بدأت حركة سوق الانتقالات المصرية تطرق أبوابها بإثارتها ومفاجآت، رغم أننا ما زلنا في نص الموسم، نص الموسم الكروي المصري يعني، لكن كل الأندية بدأت تدور على احتياجاتها الموسم الجديد، واللي زمان كان بيتنافس عليه الأهلي والزمالك بس بقى بيتنافس عليه 5 أندية على الأقل. سوق لاعبين التنافس بيه بقى صعب جدا، والأسعار كمان بقت مش منطقية أكتر، أسعار بيحكمها التنافس والمزايدات مش المستوى الفني والمهارات. المهم إن الشاطر اللي يدور بس على احتياجاته مش مجرد فوز بالمزاج. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. سوق الانتقالات المصري بدا يشتعل جدا جدا، طبعا في العالم بطبيعه الحال مع انتهاء الموسم هو مشتعل، لكن احنا لسه في نص الموسم، في نص الموسم والحكايه بتكبر. تقول لي ليه بتكبر؟ اقول لك ليه بتكبر. كده كده في بعض اللاعبين ممكن عقودهم تخلص بنهايه شهر 6، وفي لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم اللي هو آخر شهر 8. طيب اللي بيحصل إيه؟ إن كل نادي دلوقتي بيحاول يلحق احتياجاته. ما أنت لو ما لحقتش دلوقتي وأنت في نص الموسم، الموسم اللي أنت المفروض تبقى قاعد مركز فيه مع لعيبتك ومع فريقك إنك تاخد مركز كويس أو تكسب البطولة أو تبعد عن منطقة الهبوط، أنت مضطر كمان تدور على لاعبين من دلوقتي، تعاقداتك الجديدة من دلوقتي، ودي مشكلة، مشكلة كبيرة. ليه؟ هو غصب عنك، هو غصب عن الكل، يعني كله مضطر، بس هي مشكلة كبيرة. ليه؟ أنت مثلا رحت اشتريت لاعب وسط، فلاعب الوسط اللي معاك في الفرقة تركيزه ما يقل، رحت دورت على مهاجم، فالمهاجم اللي عندك هيحس إنه هو مستقبله مش كبير. ده الأسوأ لو رحت كمان دورت على مهاجم أجنبي، فأكيد في لاعب من اللاعبين الأجانب اللي عندك هيبقى عارف إنه هو هيخرج الموسم الجديد، فالفرقة بتاعتك اللي هي بتلعب الموسم الحالي تركيزها هيقل. هي أو هو وضع إحنا كلنا محطوطين فيه، والله غصب عننا مش غصب عننا إحنا اللي أخطأنا إن الموسم اتأخر، غصب عننا الموسم اتأخر عشان تراكم المواسم اللي فاتت. بغض النظر عن اللي حصل، هي هتبقى مشكلة عند كثير من الفرق، بس كله بيدور وكله بينجز احتياجاته. المهم يا جماعة، ودي الحاجة اللي بقالنا سنين بننادي بيها، سنين قليلة يعني، الأسعار زادت زيادة عن اللازم بشكل مبالغ فيه، والسوق لما الأسعار تعلى فيه كده والكواليتي يقل تبقى حاجة مش منطقية. يعني أنا أفهم إنك تدفع في لاعب رقم كبير وضخم عشان هو مستواه الفني كبير ورائع، لكن لاعبين في ماركت احنا عارفين زي ما بيقولوا كده كله شبه بعضه الا فروقات بسيطه، يبقى الاسعار ما تبقاش 20 و30 و40 مليون جنيه. ارقام غريبه، وتقعد تسال نفسك هو ليه؟ يعني انا مش فاهم لا مستوى اللاعب ولا حجم الجوائز الماليه او حجم المكاسب الماليه اللي هتكسبها في فريقك تخليك تعوض سعر لاعب واثنين وثلاثة بالرقم ده. لازم يحصل اتفاق ضمني مش مكتوب، يعني انه يا جماعه تعالوا نقلل الاسعار شويه، تعالوا نقلل اسعار اللاعبين شويه، مش بقول كتير، شويه. يعني الانديه ما تخشش تزايد على بعض، يبقى في سعر كده الانديه تقول ايه احنا مش هنتخطاه الا بحاجات طفيفه. هتقول لي هو ده بيحصل في اي حته في العالم؟ لا، ما بيحصلش في اي حته في العالم، هو سوق مفتوح. مانشستر سيتي هيقدر يدفع في لاعب 150 مليون استرليني، وفي نادي تاني يقول لا انا مستحيل ادفع الرقم ده. باريس سان جيرمان يدفع في لاعب 200 مليون يورو، وفي نادي تاني ما يقدرش يدفع الرقم ده. هو سوق بيبقى مفتوح، بس احنا هنا يعني باريس سان جيرمان لما يدفع في نيمار 200 وكسور، لما يدي مبابي عشان يجدد 200 مليون وكسور، لما مانشستر سيتي يدفع في هالاند رقم ضخم، وهكذا. دول لاعبين كلاس ايه، دول لاعبين يستحقوا.
هتقولي اه ما هو مع الفارق، اه طبعا مع الفارق، بس الارقام اللي عندنا دي ارقام بتدفع للاعبين بيلعبوا في دوريات اوروبيه. هتقولي ازاي يعني؟ هقول لك، اللاعب المصري اللي بيجي ياخد هنا في الموسم 30 مليون جنيه ولا حاجه، 30 مليون جنيه دول ممكن يكون رقم بيدفع للاعب بيلعب في الدوري الانجليزي في موسم. هتقولي ده فعلا؟ اقول لك اه فعلا، في الانديه الصغيره يعني، مش الانديه الكبيره طبعا. رقم ضخم، رقم كبير. احنا بقينا ندفع ارقام شبه ارقام الدوريات الخليجيه. ليه؟ ايه المكسب؟ على فكره كل الانديه في مصر بدون استثناء بما فيهم الاهلي والزمالك، كل الانديه بتخسر من كره القدم. وانا كنت قريب جايب لكم ميزانيه النادي الاهلي اللي كان الاهلي اعلنها، يعني مش معلومه سريه، وكان فيها عجز في ميزانيه فريق كره القدم، يعني الفلوس اللي بتصرفها مع الفلوس اللي بتكسبها في عجز، بقى في فرق، في عجز. طب ليه تطلع خسران؟ ده الاهلي. انا بقول ليه الاهلي، بدي المثل بالاهلي ليه؟ عشان الاهلي هو اكثر الانديه في مصر اداريا وماليا، يعني الامور بالنسبه له ماشيه بشكل محترم وبشكل سليم. لكن تخيل الاهلي عنده عجز، ما بالك انت باقي الانديه عامله ازاي؟ وفرقه ما بتدفعش مستحق. اه بالمناسبه، انا ليه اشتري لاعبين بارقام كبيره وضخمه وعقود كبيره وضخمه وفي الاخر ما اعرفش ادفع لهم مستحقاتهم؟ تلاقي اللاعب ده بيشتكي، واللاعب ده بيتمرد، واللاعب ده بيعمل ازمه، واللاعب ده بيقول انا مش هلعب، والفريق نفسه يتدمر. هات اللاعب اللي تقدر تدفع ثمنه، اللي تقدر تسدد مستحقاته عشان يفضل يديك طول الوقت. ما تفضلش تخش مزاد تعلي فيه وانا اعلي، وفي الاخر احنا الاثنين نطلع خسرانين. طيب اللاعبين اللي موجودين في الدوري، في كثير من اللاعبين عليهم العين، حركه السوق عليهم، ممكن يفضلوا في انديتهم وممكن يتحركوا لنادي اخر بحسب المفاوضات. مين هم اللاعبين دول؟ تعالوا نبدا واحد واحد. طبعا الاسم الابرز اشرف بن شرقي، اللاعب اللي هينتهي عقده بنهايه الموسم مع نادي الزمالك، لاعب نادي الزمالك الذي ينتهي تعاقده بنهايه الموسم الحالي، يعد هدفا كبيرا للنادي الاهلي في الانتقالات الصيفيه، كما يسعى الزمالك لتجديد عقده والابقاء عليه، وحتى الان لم تتضح الصوره حول مستقبله في ظل تلقيه عروض خليجيه ايضا، بجانب رغبه القطبين في الابقاء عليه بالدوري، القطبين يعني الاهلي والزمالك، سواء الاهلي لضمه او الزمالك للابقاء عليه. نشوف التاني. طبعا رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز ابرز واهم اللاعبين في السوق المحلي الذين اثيرت حولهم انباء الرحيل من ناديه، خصوصا في ظل الرغبه الشديده من نادي الزمالك التعاقد معه، ولكن حتى الان الصوره ما زالت غامضه حول مستقبله. طبعا احمد عاطف مهاجم فريق فيوتشر الذي كان معارض اليه من وادي دجله قبل ان يكون فيوتشر بتفعيل بند شرائه نهائيا، دخل الاهلي والزمالك في سباق كبير لضمه في الانتقالات الصيفيه، ولكن قد يكون رحيله صعبا بسبب رفض إدارة فيوتشر رحيله. عمر كمال عبد الواحد ظهير أيمن للزمالك المعار إلى فيوتشر، حوله أزمة كبيرة بعد تأكيد مسؤول فيوتشر توقيعه على عقد لمدة 3 سنوات، في حين يرغب الزمالك استعادته من نهاية الموسم، وحتى الآن لم تتضح الصورة حول موقفه. محمد ابراهيم نجم سيراميكا كليوباترا، في الوقت الحالي بدأ الأهلي يفكر في ضمه مرة أخرى بعد أن كان قريبا من الفريق الأحمر في الموسم قبل الماضي، وقد تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة حول الصفقة. مصطفى فتحي لاعب الزمالك المنتقل إلى التعاون السعودي بدأ اسمه يتردد بقوة مؤخرا في الدوري المصري بعد أن تم عرضه على النادي الأهلي، وأبدى مسؤولي الأحمر ترحيبهم بالأمر، لكن لا يوجد أي تفاوض رسمي حتى الآن. محمد صبحي حارس الزمالك المعار إلى فاركو، يرغب الأبيض نادي الزمالك في استعادته، لكن فاركو يريد تفعيل بند الشراء في العقد ودفع 20 مليون جنيه للحصول على اللاعب بشكل نهائي. جون إيبوكا النيجيري لاعب نادي إنبي من أهم اللاعبين الذين تألقوا في الموسم الحالي، وأصبح هدفا كبيرا للنادي الأهلي الذي يسعى لضمه من الفريق البترولي وأيضا نادي الزمالك. مبولولو لاعب نادي الاتحاد السكندري وهداف الفريق خطف الانظار بقوه في الموسم الجاري، ويتنافس اكثر من نادي الحصول على خدماته منهم الاهلي والزمالك وبيراميدز. مصطفى شلبي لاعب نادي انبي خطف انظار الاهلي اليه، حيث تفاوض معه مسؤول الاحمر الحصول على موافقته، بجانب التفاوض مع اداره انبي حول الطلبات الماليه مقابل الصفقه. اسماء
تميزت في الدوري. هعمل لكم ان شاء الله خلال ايام حلقه كده نقعد نتكلم فيها على النجوم اللي تالقوا في الدوري هذا الموسم وبارقامهم بامور فنيه كثيره، عشان نعرف الدوري المصري افرز لنا كام لاعب كبير الموسم ده، كام لاعب حقيقي يعني، كام لاعب موهبه حقيقيه، موهبه نقدر نقول ان الكابتن ايهاب جلال عنده من الدوري المصري نجوم كتيره يقدر يختار منه. هنشوف وبالارقام وبالتحليلات، ما عنديش رقم حالي يعني، مش بقول انه ربما نلاقيش، لا ممكن نلاقي كتير، فتعالوا نشوف وندور ونجهز لحضراتكم خلال ايام ونعرض مع حضراتكم ابرز اللاعبين اللي افرزهم الدوري المصري هذا الموسم. نروح لمنتخبنا الوطني اللي بيستعد طبعا لمواجهه كبيره امام المنتخب الاثيوبي، وبعثه منتخب مصر وسط ملاوي مساء الثلاثاء استعداد لمواجهه المنتخب الاثيوبي يوم الخميس المقبل في الجوله الثانيه من التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار في الصيف القادم. وكان في استقبال بعثه منتخب مصر مسؤول السفاره المصريه في ملاوي في مقدمتهم معالي السفير محمد شريف. وقبل السفر تم الاعلان عن التالي: ياسر ابراهيم اصيب بنزله برد وتم استبعاده من السفر مع الفريق. الجهاز الفني وافق على استمرار محمد عبد المنعم في القاهره لاداء البرنامج التاهيلي للتخلص من اصابته في العضله الضمه. المسحه اللي عملها المنتخب قبل السفر كانت نتيجتها لجميع اللاعبين سلبيه، وكده يكون الفريق مكتمل لمواجهه المنتخب الاثيوبي. ايضا تراجع اتحاد الكره عن تعيين محمد عبد العظيم مدرب الاهلي الاسبق في منصب المدير الفني للجبلية خلفا للبرتغالي نيلو فانجادا، واستقر المجلس على تعيين مدير فني اجنبي للجبلية خلال المرحله المقبله ولمده 4 سنوات. محمد صلاح نشر صوره له خلال اجازته اللي بيقضيها حاليا في مصر، وده على حساباته مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت الصوره على يخت في البحر. ثانيه واحده. كتب على الصوره طبعا ايجيبت مصر. النهاردة مواقع إنجليزية، حسابات عالمية، الحساب الرسمي لنادي ليفربول ينشر صورة محمد صلاح ومكتوب عليها إيجيبت. ودي الحكاية ودي الرواية ودي القصة أولها لآخرها. لما كنت بقول لكم إن محمد صلاح هو مش مجرد لاعب كرة عظيم بيقدم إنجازات وبطولات ومباريات وأهداف كبيرة في البطولات الأوروبية، لا، هو حقيقي سفير عظيم لمصر، سفير عظيم لمصر. دي الصورة ودي الدعاية. ولو قدرنا يا جماعة نجيب الصورة كمان اللي نزلها الحساب الرسمي لليفربول على تويتر، دي الصورة ودي الحكاية وإيجيبت مكتوبة على الصورة. كم واحد في العالم شاف الصورة دي النهاردة؟ كم واحد في العالم شاف الجمال بتاع مصر ده النهارده؟ ما هو في ناس في العالم كتير يعرفوا جمال مصر ومعالمها السياحيه الرائعه واجواءها الرائعه، بس في ناس طبعا كتير برضو ما يعرفوش. لما محمد صلاح اهم لاعب في العالم، واحد من اهم اللاعبين في العالم، ينشر الصوره دي النهارده، شوف بقى كم واحد هيجي لك من بره مصر. ما تستهونش بالقصه دي، عارف ليه؟ عشان انت لما كنت بتشوف كريستيانو رونالدو ولا ميسي ولا زيدان ولا مورينيو ولا جوارديولا ولا اي حد لما يبقوا في اي مكان في العالم وبيتصوروا وبيكتبوا هم موجودين فين وتنبهر بالمكان، تقول يا ده نفسي اسافر المكان ده. النهارده والعالم كله بيشوف محمد صلاح منزل الصوره دي ومكتوب عليها ايجيبت، كم واحد هيفكر يجي مصر؟ فهمت بقى ان الحكايه مش كوره والسلام. طيب نطمن اكتر على منتخبنا الوطني من معالي السفير محمد شريف سفير مصر في ملاوي. يا فندم صباح الخير، حضرتك مشرف ومنور. اهلا وسهلا كريم بيه. اهلا بيك يا فندم. عايزين نطمن يا رب يخليك. عايزين نطمن طبعا على بعثة منتخبنا الوطني اللي وصلت اليوم الى ملاوي. الحمد لله الطياره وصلت الحمد لله الساعه 9 على تلت النهارده بتوقيت ملاوي، وهو نفس توقيت القاهره. الحمد لله البعثه كلها بخير تمت الاجراءات في سهوله ويسر، الخروج من المطار والتوجه لفندق الاقامه، والحمد لله هم دلوقتي في الفندق، وان شاء الله باذن الله نستكمل العمل باكر باذن الله. ان شاء الله في رضا او في اتفاق مع الجهاز الفني للمنتخب على الفندق، الاقامه، الملعب، التدريبات، الامور دي كلها ميسره وما فيهاش اي مشاكل ولا في اي شكاوى وصلت لحضرتك؟ من 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 من
بالظبط كده من تاريخ يعني الاتفاق ما بين الاتحاد الاثيوبي والاتحاد الملاوي هنا على استضافه ملاوي للمباراه. تمت الاتصالات فورا والحقيقه يعني الاتحاد مشكورا بمنتهى الاحترافيه والحرفيه الواجبه. تم ارسال مندوب من الاتحاد، مندوب العلاقات العامه بالاتحاد، وتم التنسيق مع الجانب الملاوي هنا على اساس ان احنا يعني الحمد لله رفقنا، لان البعثه قدرت انها يبقى في حاجز للفندق في الفندق الاقامه هنا للمنتخب. وبالتالي يعني هو الفندق في مدينه ليلينج، وهو يعني من الفنادق القليله هنا. بس الحمد لله الفندق ده يعني على مستوى عالي جدا، والحمد لله اطمنا على المنتخب ان هو موجود دلوقتي فيه. هو قريب من قريب كمان من الملعب، ملاعب التدريب كلها. زي ما حضرتك عارف ان هو من حق الدوله الضيفه انها تتمرن تمرينه على ملعب المباراه في نفس توقيت المباراه، وده ان شاء الله هيكون بكره باذن الله الساعه 6 مساء باذن الله. الامور بقى فيما تخص الامن وتامين منتخبنا الوطني، كان في مشاكل يمكن شويه بسيطه ممكن تكون بتحصل في اي مباراه، المباراه الماضيه بين اثيوبيا وملاوي، هل الامور دي ممكن تتكرر باي شكل من الاشكال ولا الامور متامنه بشكل كويس للمنتخب؟ لا الحقيقه هو الشعب الملاوي يعني شعب مضياف وشعب طيب ومحب جدا لمصر، وكانوا بياملوا في ان هم يشوفوا نجومنا كلهم طبعا يعني، وحاله من الحزن ان هم يعني ما شافوش محمد صلاح، نجمنا محمد صلاح موجود يعني في مع المنتخب. الاحداث اللي كانت حصلت هم كانوا عايزين يدخلوا الاستاد وقت ماتش اثيوبيا من بدافع وطني يعني، بس كان في ناس ما معهاش تذاكر، ومش يعني مش بالشكل اللي تم تصويره، ان هو كان محاوله لصد يعني محاولات الدخول دي، علشان كمان كان الرئيس السيد رئيس الجمهوريه هناك، رئيس الجمهوريه الملاوي والنائب بتاعه موجودين وحاضرين المباراه. فالامن كان يعني تعامله معاهم يعني صارم بشكل تم تصويره او يعني المبالغه فيه، بس هو يعني المساله بالعكس يعني يمكن النهارده السهوله واليسر اللي تمت بيه الاجراءات بخروج المنتخب، وفي نفس الوقت الشرطه مرافقه للاتوبيس اللي بيقل المنتخب، وفي عربيات اتوفرت لبقيه الاعضاء، وتم يعني الانتقال من المطار للفندق بعد ما يعني الولاد خلصوا استلام الشنط بتاعتهم، وان شاء الله باذن الله يعني هم الرحله كانت كبيره يعني طويله بس كده هي يمكن، بس ان شاء الله باذن الله يعني ياخدوا قسط وافر من الراحه، وان شاء الله باذن الله حضرتك في وسط بكره يوم ان شاء الله. حضرتك في وسط كلامك قلت لي انه في ملاوي زعلانين ان محمد صلاح مش موجود، في مواقف حصلت مع حضرتك، حد سالك على محمد صلاح، حد كان طالب منك تيشيرت محمد صلاح، حد كان عايز يروح الملعب يشوف محمد صلاح؟ ده كل يعني اغلب الناس اللي هنا سواء في المجتمع الدبلوماسي هنا او اذا كانت الناس على مستوى الملاوي كانوا يعني هم نفسهم حتى لما تم اختيار ملاوي كملعب في اثيوبيا كانوا سعداء جدا بان هم هيشوفوا منتخب مصر مرتين في زي ما حضرتك عارف ان هو هي الماتش بتاع ملاوي في سبتمبر اللي جاي، فهم كانوا فرحانين جدا ان هيشوفوا المنتخب المصري بطل افريقيا والحاصل على 7 بطولات قبل كده من في التصفيات الافريقيه كاس امم افريقيه بنجومه ومنهم طبعا في مقدمتهم محمد صلاح كابتن المنتخب طبعا. وان شاء الله باذن الله ربنا يشفي كل الاصابات في المنتخب، انا سامع ان الاصابات كمان كثيره شويه، فبس بالرغم من كل ده يعني انا ملاحظ الحاله المعنويه مرتفعه، وان شاء الله اولادنا يفرحونا ويفرحوا الناس، لان اللي حابب اقوله لحضرتك يعني المصريين ما بينتظروش، ولقينا الناس في المطار من الجاليه، والحقيقه بالرغم صعوبه الوصول للمطار جايين من
مناطق متفرقه وعلى بعد 300 400 كيلو، انما الحقيقه كانوا موجودين كلهم علشان يساندوا المنتخب وفي نفس الوقت يوصلوا لهم رساله ان ناسنا واهلنا بيقدروا اللي هم بيعملوه منتخبنا واولادنا، ومهما كانت الفتره اللي فاتت من احباطات انما احنا علينا ان احنا نبص للمستقبل وان شاء الله باذن الله يكون اللي جاي احسن باذن الله. متوقع حضور كم واحد من الجاليه المصريه ان شاء الله المباراه يا فندم؟ والله هو على حسب، لان ان شاء الله بكره في زي ما حضرتك عارف في اجتماع الفني بكره، اجتماع الفني ما بين الفريقين هيبقى غالبا هيبقى الساعه 2 الظهر، وان شاء الله باذن الله نشوف بس الجانب الاثيوبي هيسمح بقد ايه من التذاكر، انما ان شاء الله باذن الله احنا في سبيلنا ان احنا باذن الله ندخل الجمهور المصري اغلبه ان ما كانش كله باذن الله ان شاء الله موجودين في المدرج وبيشجعوا المنتخب باذن الله ان شاء الله. متوسط درجات الحراره وقت المباراه يوم الخميس الساعه 6 ان شاء الله هيكون ايه تقريبا؟ هو الفتره دي فتره دخول الشتاء في ملاوي، ودرجه الحراره ما بين 14 و18 يعني، بس هو الجو جو شتوي معتدل يعني. عظيم. وجو مشجع ان شاء الله باذن الله. جو كوره. جو كوره بالظبط يعني، جو كوره فعلا بالظبط. معالي السفير محمد الشريف سفير مصر في ملاوي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه المليئه بالمعلومات. كل توفيق لمنتخبنا الوطني باذن الله يعمل مباراه كبيره قدام المنتخب الاثيوبي، مباراه مهمه، مباراه مهمه، فوزنا بيها هيريحنا كتير في باقي التصفيات، هنبقى حطينا رجل كبيره جدا في كاس الامم الافريقيه. احنا هيسعد منتخبين تكسب ماتشين، اول ماتشين ليك تخلص الموضوع من بدري بدري، ويبدا بقى الكابتن ايهاب جلال يشوف لعيبه جديده، يشتغل بعيد عن الضغوط، يغير طرق لعبه، في حاجه كده ايه محتاجين نخلصها بدري بدري، عشان الضغط دايما بيخليك مش عارف تطلع افكارك، لا الكابتن ايهاب جلال يعرف يطلع افكاره، ولا يعرف يختار لاعبين جدد يطعم بيهم المنتخب ولا اي حاجه. فالمباراه قد تبدو نظريا في المتناول، انت كده بتلعب مع المنتخب الاثيوبي تقريبا في ارض محايده، على مستوى الامكانيات الفرديه والجماعيه والخبرات والتاريخ فانت ممكن تتفوق، لكن ارض الملعب هي ارض ملعب، مباراه 90 دقيقه، اي منافس قدامك تحترمه كثيرا. المنتخب الاثيوبي اكثر ما يميزه اللعب بروح وحماس، ودي اصلا واحده من مميزاتنا، بس المهم تكون موجوده في هذه المباراه ان شاء الله نعمل مباراه محترمه وكبيره. لسه مكملين مع حضراتكم اخبارنا النهارده، ومن أخبار النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب غاضب من فكرة غياب بيتسو موسيماني في الدورة التدريبية المقامة حاليا في المغرب، وقال إن الفريق عنده مباراة ممكن ما تكونش سهلة أمام المصري بالسلوم في الكاس، ولازم يكون في استعداد قوي ليها لتجنب مفاجآت الكاس. سأعتقد يعني إن موسيماني المفروض يكون طلع بإذن، ما لو ما طلعش باذن تبقى حاجه مش عظيمه. في كل الاحوال الوقت مش مناسب فعلا، يعني الاهلي خسران دوري ابطال افريقيا، الامور مش جيده معنويا عند اللاعبين، مش كويسه بالنسبه لبيتسو موسيماني من قبل الجماهير، يعني الجماهير شويه بعض الرصيد عن لميتسو موسيماني قل عندهم، مش هقول كله طبعا عشان عنده انجازات عظيمه، وبالتالي محتاج أكيد يركز جدا الفترة اللي جاية ما يبقاش موجود بره القاهرة وبره النادي الأهلي. هرجع لكم تاني مع أخبار النادي الأهلي، ولكن نسأل أكتر عن منتخبنا الوطني هيعمل إيه قدام المنتخب الأثيوبي، حال منتخبنا الوطني في المباراة الماضية أمام المنتخب الغيني، تجربة الكابتن إيهاب جلال الأولى أكيد مع كابتن كبير من كباتن مصر الكابتن الكبير كابتن طارق يحيى. كابتن طارق صباح الفل، مشرف ومنور. حبيبي يا كريم، ازيك يا جميل؟ انت منور ومشرف حبيبي. اخبار حضرتك ايه؟ كله بخير؟ الحمد لله بابا، الحمد لله تمام. انا بالتاكيد هسالك بدايه عن التجربه الاولى للكابتن ايهاب جلال مع منتخب مصر، كان رايك فيها ايه وتقييمك ليها ايه؟ يعني هو طبعا الحكم على 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 ايهاب جلال ك ك ك كتوليه المهمه، هو مدرب كبير وربنا يوفقه ان شاء الله، وكلنا في ظهره وبنسانده مفيش شك، ده مدرب منتخب مصر. بدري قوي الحكم عليه جدا، الراجل ماسك من 10 15 يوم بس، وفي نفس الوقت برضه يعني اول لقاء ما تحكمش عليه خالص تماما. صح. صح.
لن يضيف اي شيء، ما يقدرش يعمل اي حاجه. هو اعتمد على التشكيله الماضيه على اللعيبه اللي كانت موجوده مع مستر كيروش. في نفس الوقت برضو ظل الاداء زي ما هو، بل بالعكس يعني كان اقل بكتير من الماضي. اداء اللعيبه كان مفاجئ بالنسبه لنا بشكل كبير جدا. ما كانش باين اي معالم لمنتخب مصر، ما فيش شخصيه منتخب مصر اللي كانت موجوده 86 و2006 و2010 و2008 فاهم، لا ما كانش موجوده خالص شخصيه منتخب مصر خالص. انت بتلاعب تيم المفروض انه بينافسك على لقب المجموعه لان هو من الافضل، افضل من ملاوي، افضل من اثيوبيا. صحيح، ده وارد، وارد يبقى فيه الاداء بس مش بالطريقه دي. يعني الطريقه كانت صعبه جدا علينا، والاداء كان مش عايز اقول لك يعني اقل من المتوسط بكتير. ما اعرفش ايه الاسباب، ولكن هناك اسباب فنيه انا هتكلم فيها كراجل مدرب. يعني هو طبعا اولا طريقه 4 3 3 لا تصلح لمنتخب مصر. يعني من الاخر بس عشان نبقى عارفين ان 4 3 3 ثبت فشلها مع كروش. ما كناش بنروح لجون يا كريم، ما كناش بنوصل لجون. احنا وصلنا نهائي افريقيا بضربات الجزاء في الاربع ماتشات او ثلاث ماتشات اللي لعبناها. بمعنى انت تعادلت 0 0 في ماتشات كتير. صحيح بتلاعب السنغال، صحيح بتلاعب الكاميرون صاحبه الارض، صحيح بتلاعب فرق قويه، ولكن احنا الفرقه دي كنا بنجيب بيها جونين وثلاثه لو تفتكر 86 و2006 و10 و8 والكلام ده كله. قدرات اللعيبه اللي كانت موجوده 86 و2006 و8 و10 مش زي القدرات الموجوده دلوقتي. قدرات دلوقتي مع احترامي وتقديري ليهم على راسي من فوق اقل بكتير جدا من اللعيبه كانت موجوده زمان. ولكن يبقى زي ما قلت لك 4 3 3 لا تصلح. ليه؟ ما عندكش اللعيبه اللي بتلعب بوكس تو بوكس، مفيش. في نص الملعب. انا هضرب لك مثال بسيط. اتفضل. ريال مدريد وما افضل من ريال مدريد دلوقتي في حاله التوهج اللي هو فيها، واخد دوري ابطال اوروبا، واخد الدوري الاسباني، عنده لعيبه على مستوى عالي، بيلعب بثلاثه ديفندر، مودريتش وكاسيميرو و توني كروس. برافو عليك. ماشي. الثلاثه دول مش ديفندرات طبعا، انت ادرى مني بالكره العالميه اكيد. يعني لا، توني كروس ولوكا مودريتش هم بيعملوا اللي حضرتك بتقول عليه البوكس تو بوكس اللي هو 8 بتلاقي مودريتش بيشوط بيجيب اجوان، كروس نفس الكلام بيشوط بيجيب اجوان، فاهم؟ يبقى اذا 4 3 3 تصلح لريال مدريد مثلا، لكن لا تصلح لمنتخب مصر لان ما عندكش انت نوعيه اللعيبه دي. او بمعنى اصح اللعيبه متحجمه. صح. بمعنى اصح اللعيبه يمكن يكون نوع من انواع القلق او التعليمات الفنيه، سواء لكيروش سواء لحسام البدري. شفنا الكلام ده كله في كوبر، احنا كنا مسمين منتخب كوبر منتخب صلاح. صحيح، جمع ولعب لصلاح. فاهمني؟ القصه دي ما زالت موجوده، ما اعرفش ايه الاصرار على الطريقه دي. طريقه منتخب مصر تعتمد دائما وابدا يا كريم على لاعب مهاري تحت راس الحربه. لازم، شفنا ابو تريكه، شفنا بركات، شفنا حازم امام، شفنا اقول لك مين ومين بقى تاني، اقول لك حسن عبد رب، وحتى لما كان بيلعب ديفندر محمد حسن وليد صلاح، احمد حسن طبعا في الجيل بتاعنا كان علاء ميهوب. فاهم؟ لعيبه كلها مهاريه بتقدر توصل المهاجمين للجول. انت ما عندكش اللعيب ده دلوقتي، او بمعنى صح ما بتلعبوش. وكان واحد جامد قوي بطريقه ما بحبش انساه، بس عبد الستار صبري. طبعا ده سترة، ده جامد جدا، الحرفنه كلها. فانت ما عندكش، ما بتبداش باللعيبه المهاريه. صح. المهاره الفرديه يا كريم بتفرق مع الافارقه. يا جماعه احنا طول عمرنا بنكسب بالافارقه باللعيبه المهاريه اللي عندنا. ماشي. وبالتالي هو بيلعب 4 3 3 لازم يلعب 4 2 3 1 ويبقى الثالث اللي هو جنب سي بقى اي حد على الوينج رايت او الوينج ليفت، يا يكون قفشه، يا محمد ابراهيم، مصطفى فتحي، اللعيبه اللي بتعرف تسلك مواقف. طيب انا ممكن اقول لحضرتك حاجه يا كابتن طارق. كابتن ايهاب جلال في المؤتمر الصحفي تقريبا عمل او قال اللي انت قلته ده تقريبا. هو مشي بالطريقه اللي كان شغال بيها كارلوس كيروش، مستلم المنتخب بقاله 7-8 شهور، مش عايز يحس اللعيبه اللي هو غير تغيير جذري من اول مباراه، بس تحس ان هو من اختياراته لا هيلعب 4-2-3-1. يعني هتلاقي قفشه، هتلاقي محمد ابراهيم، هتلاقي احمد حمدي، هتلاقي لعيبه كتير من اللي بيلعبوا رقم 10. يبدو كده ان هو هيدخلهم الفتره اللي جايه وهيغير طريقه اللعب تاني. لازم، انا معاه هذا القرار، وقلت لك الكلام ده كله. دي نمره واحد. نمره اتنين،
هو كان بادي بتريزيجيه. تريزيجيه اصاب في الاحماء صح. هو بدا بمين؟ بزيزو. صحيح. ما ينفعش ليه؟ انا طالما تريزيجيه ربنا اداني هديه، استغفر الله العظيم، يعني مش هديه يعني، يعني اصابه تريزيجيه تكون هديه، لا يعني لا. ربنا اداني حاجه اصلح بيها الكلام ده اللي هي ايه؟ اصابه تريزيجيه اروح عند مصطفى محمد وملاعب مرموش وانجليف، خلصت اتعدلت. هي اتعدلت لوحدها. العدله بقى الثانيه والمهمه جدا، انا مش مع صلاح يبدا هذه المباراه ابدا. كريم صلاح مخلص بطوله الدوري، هتقول لي انت ازاي وصلاح يا سيدي؟ انا مش عيب في صلاح، صلاح ده ايقونه، وانا اول واحد بدافع عن صلاح في كل لا، واكيد واكيد اهم لاعب في منتخب مصر يعني، مش واهم لاعب وحاجه مش جميله جدا كلنا فخورين بيه طبعا، كلنا فخورين وحاجه طبعا جميله وفخورين بيه. لكن صلاح مخلص ماتشاته يوم 28 صح؟ صح. قعد 29 و30 و31 و1 و2 وجه مصر. هل في الخمس ايام دول قدر يتمرن؟ اكيد لا، لان هو كان عنده اصابه قديمه. صح. فاهمني؟ ما اتمرنش، كلها تدريبات استشفائيه، يبقى اذا المعدل البدني بتاعه ممكن ينزل وممكن يبقى فيه اصابه. دي نمره واحد. نمره اثنين، انا عندي زيزو ناحيه اليمين. فاهمني؟ هو مش شرط ان صلاح يبقى موجود يبقى يلعب. الا لو سليم ده احطه وانا مغمض طبعا. انما انا شايف ان صلاح ما كانش يبدا هذه المباراه ويحتفظ بيه ايهاب جلال في دكه البدلاء ليه؟ نص ساعه الاخيره، ثلث ساعه الاخيره. ليه؟ لان ده جاي مجهد وجاي اولا خارج من بطوله دوري الابطال، خارج من سباق الدوري الانجليزي في اخر 10 دقائق. فاهمني؟ مش اخر مباراه، اخر 10 دقائق. فانت بتتكلم في ظروف نفسيه كمان لازم كانت تتراعى في محمد صلاح، الاصابه وعدم تدريبات، عدم تأدية تدريبات بما فيه الكفايه مع منتخب مصر او مع ليفربول لما خلص دوري الابطال، وفي نفس الوقت الحاله النفسيه. صحيح. كل ده كان لازم يراعى في القصه دي. كان اقعد مع محمد صلاح، يا صلاح انت بكره ما انتش هتبقى موجود في البدايه، ليه؟ انت انا شايف ان الدنيا مش حلوه، اصابه بتاع مش عارف ايه نفسيا. حتى لو صلاح قال له انا مدرب وانا ليه يعني عيون وليا رايي. فمعلش، حتى لو انت هتقعد مع صلاح وصلاح لك انا مصر ان انا العب، هتقول له لا انا مصر ان انا ما تلعبش. كابتن طارق، نلعب بتشكيل وطريقه لعب عامله زي قدام المنتخب الاثيوبي. هتلعب بخط الظهر زي ما هو، ولو اني مش مع ايمن اشرف في باك شمال. كان في محمد حمدي كان لازم ينضم في الفتره دي، لازم يجي محمد حمدي باك شمال مهاجم. ياسر ابراهيم كمان اتصاب، او عنده ياسر ابراهيم اتصاب. اما هو جاب بقى محمدي مساك بالظبط، وعنده جاب احمد رفعت علشان تريزيجيه مش موجود. فانت بتتكلم في ايه؟ خط الظهر خلاص، اما وانه ما جابش باك شمال يبقى ما فيش غير ايه؟ ايمن اشرف. نص الملعب حمدي فتحي والسولية. يمين زيزو، قفشه او محمد ابراهيم، واحد فيهم لازم يبقى موجود. ومرموش في الشمال، ومصطفى محمد في راس الحرب. ده التشكيل اللي ممكن بيه تقدر توصل لمرمى اثيوبيا بشكل كبير، خاصه ان اثيوبيا مش هتلاعبها بثلاثه فندر. ما ينفعش انت بتلاعب السنغال ثلاثه فندر ماشي، بتلاعب مثلا كاميرون ماشي، لكن ما تلاعبش اثيوبيا بثلاثه ديفندر. صحيح. فلازم يبقى في اثنين ديفندر. صحيح. وقدامهم لعيب بلاي ميكر زي قفشه، زي محمد ابراهيم. فاهمني؟ عشان يوصلني المرمى، لان انا ما بوصلش المرمى يا كريم. احنا في الدقيقه اول هجمه حقيقيه اعتقد يعني في الدقيقه 35 او 37 من الشوط الاول. فاهمني؟ فانت بتتكلم في عدم وصول المرمى، ده لافتقادنا للاعب المهاري او صانع الالعاب. هتقول لي انت طريقتك قديمه، لا هي مش قديمه، هي قدرات المنتخب كده. لا مفيش، هو بصراحه يعني مفيش دلوقتي خلاص، احنا شفنا في الكوره مفيش حاجه اسمها طريقه قديمه وجديده، كل الناس في العالم بيلعبوا بكل الطرق الممكنه، يعني اللي حسب امكانيات فريقك وحسب امكانيات لعيبتك، وده مفهوم جدا. هي مش 3 4 3 دي، او 3 5 2، مش كانوا بيلعبوا بيها في الستينات وقال لك بطلوها وبتاع ورجعت تاني عادي جدا. في انديه كتير ومنتخبات بتلعب بثلاثه. فهو ايهاب اكيد طبعا خد درس من الماتش اللي فات. صحيح. وانت كلامك مظبوط يا كريم، هو اعتقد ان اختياره القفشه واختياره محمد ابراهيم ومعه احمد حمدي كمان في مخيلته في المستقبل ان هم دول اللي هيبقوا موجودين. صح. تحت راس الحربه، وده شيء مهم جدا وشيء. صح. جميل اذا كان بيفكر كده. ليه؟ منتخب مصر له شخصيه. صحيح. ما ينفعش انا ابقى رد فعل حتى مع غينيا. مفهوم. احنا رد فعل يا كابتن مع الكاميرون، مع السنغال، مع المغرب، مع اي فرقه منتخب، ازاي منتخب مصر الاكثر فرقه
في افريقيا واخده هذه البطولات الافريقيه، وابقى انا رد فعل لهذه المنتخبات، لان انا مش عارف امتي، او بمعنى اصح بختار غلط، او بحط تشكيل غلط، او بلعب بطريقه عقيمه، او عارف بوظف اللعيبه غلط. او يا كابتن طارق معلش بقى ازود لك عشان انت لسه كنت قايل الكلام ده من شويه، او عارف امكانياتي بالظبط مثلا، يعني ممكن ابقى مفيش مشكله خالص، ممكن ابقى عارف امكانياتي مشكلة. فما بافورش قوي في امكانياتي وبامن ورا عشان الدنيا تبقى سهل. ما انت لسه حضرتك قايل دلوقتي انه الجيل دلوقتي مش زي اجيال قبل كده، فاحنا نتعامل مع الجيل. ما اقولش لا، بس انا بس انا يا كريم انا منتخب مصر برضو لازم يبقى فيه شخصيه. صح، اصل انت لازم بص، الزمالك والاهلي اللي مخليهم مسيطرين على البطولات الافريقيه ايه؟ تاريخ الانديه دي، وفي نفس الوقت اللعيبه اللي موجوده والرغبه في الفوز. انا دايما عمري ما شفت الزمالك والاهلي في بطولات افريقيا كانوا رد فعل غير في ماتشات نادره. ما عشان احنا في الاهلي والزمالك دي قصه ثانيه بقى نبقى نتكلم فيها مع حضرتك لما تكون معانا، بس في الاهلي والزمالك احنا ما شاء الله بنحافظ على لعيبتنا قوي وما بنصدرهمش بره، باقي الانديه في القاره الافريقيه بقى يصدروا كتير، فاحنا لينا. برافو عليك، لينا دي نقطه مهمه جدا. احنا كنا بنلاعب منتخبات مش انديه. لا بالزبط. انا في جيلي انا كنت بلاعب الصفاقس التونسي. في مثلا لعيبه بتلعب في منتخب تونس، 6-7 لعيبه منتخب تونس. صحيح. بتروح تلاعب مثلا في نيجيريا بتلاقي 4-5 لعيبه منتخب نيجيريا. دلوقتي مفيش حد، كلهم محترفين. بالظبط كده. فعشان كده سيطرت شويه. الدنيا بتبقى اسهل للاهلي والزمالك على مستوى الانديه، لكن على مستوى المنتخب اللي بيواجه لاعبين كلهم في اوروبا تبقى الامور بقت اصعب عليه. بس برضه يبقى لازم يبقى لينا شخصيه. صح. لازم يبقى لينا اداء خلاف. ونبقى احنا فعل مش رد فعل. مفيش خلاف. كابتن كبير كابتن طارق يحيى، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. طيب نكمل اخبارنا ومن النادي الاهلي ايضا. الكابتن محمود الخطيب النهارده عمل اجتماع مع بيتسو موسيماني عبر برنامج زوم، وكان حاضر في الاجتماع مجلس اداره شركه الاهلي لكره القدم برئاسه ياسين منصور وحسام غالي عضو مجلس اداره النادي ولجنه التخطيط اللي بتضم محسن صالح وزكريا ناصف. الاهلي قال ان الكابتن محمود الخطيب ناقش مع موسيماني بعض الامور الاداريه والفنيه الخاصه بالفريق الاول لكره القدم، ولم يتم استكمال مناقشه باقي الامور في اجتماع اليوم نظرا للحاله الصحيه لموسيماني، والذي افاد انه سوف يعود للقاهره الجمعه المقبله، وهيكون هناك اجتماع اخر بعد وصوله لاستكمال المناقشات استعدادا للمرحله القادمه. ماشي. بيتسو موسيماني نشر النهارده على حسابه تويتر مجموعه صور له برفقه وليد الركراكي المدير الفني لفريق الوداد المغربي والمدرب بنجي وبعض المدربين الاخرين على هامش حضورهم دوره تدريبيه في المغرب للحصول على رخصه كاف برو. زي ما انتم شايفين بيتسو موسيماني عدم المدربين الافارقه والاجانب والمغاربه. صور جميله وراجل سليم اهو الحمد لله معافى، ربنا يا رب يحميه يعني ان شاء الله ما يبقاش عنده اي حاجه، عشان هو زي ما ظهر في النادي الاهلي ان هو كان تعبان، بس هو زي الفل اهو الحمد لله. بيتسو موسيماني هو الملاحظ بس في الدوره التدريبيه دي ما كانش فيها ولا مدرب مصري، ملحوظه كده على الهامش يعني تحتها خطين ثلاثه يعني. نروح ناخد دورات يا جماعه، احنا مدربينا كبار وفنيا رائعين وكل شيء، بس الدورات دي مهم كده كل دورة مصرية ومغربية وأفريقية وعالمية نبقى موجودين فيها ونشوف مدرب ياخد دورات كتير عشان يبقى مدربين عندهم مهارات فنية وكمان علم، العلم مهم جدا. وأكيد في مدربين بياخدوا دورات، أنا مش بقول كده انتقادا في مدربين المصريين، يعني على فكرة 80% على الأقل من المدربين اللي بيشتغلوا في الدوري المصري هم واخدين دورات واخدين حاجات علمية كويسة، بس الدورات دي ما بتتوقفش يعني كل شوية بتاخد دورات وكل شوية بتتعلم. دي الصورة أو الصور من مشاركة بيتسو موسيماني في الدورة التدريبية اللي أقيمت في المغرب، وكان معاه وليد الركراكي المدير الفني اللي هزم بيتسو موسيماني في نهائي دوري أبطال أفريقيا مباراة الوداد والنادي الأهلي. طيب نكمل مع حضراتكم. طبعا الكلام كتير الأيام دي عن الأسماء اللي ممكن تكون بديلة لبيتسو موسيماني لو قرر النادي الأهلي أنه ينهي الموضوع بينهم. حتى الآن لم يقرر الاهلي اي شيء في موضوع بيتسو موسيماني، احنا بنفكر مع بعض وبنتكلم مع بعض، بس النادي الاهلي هو صاحب القرار، وغالبا النادي الاهلي مش من الانديه اللي ممكن تمشي مدرب في نص الموسم، فموسيماني ممكن يبقى مكمل مع الفريق دون اي مشاكل، خاصه انه نجاحات بيتسو موسيماني اكيد تشفع له عند النادي الاهلي وجماهيره. ولكن الوكلاء وكلاء اللاعبين بيستغلوا الوضع، يقول لك ايه، ارمي سي في، ارمي اسم مدرب لحسن الاهلي يمشي بيتسو موسيماني في اي لحظه، فاسم المدرب ده يكون قدام طاولة النادي الأهلي. رقم 10 جات له معلومة من النادي الأهلي إن اسم معين الشعباني اتعرض من وكيل على مسؤول في الأهلي، خاصة إن معين درب المصري وممكن يكون اختيار كويس في الوقت الحالي لأنه عارف تفاصيل الدوري المصري كويس. طبعا إدارة الأهلي
تستقبل كل الكلام ده، لكن ما فيش رد خالص من الإدارة، بجانب طبعا أنه عنده خبرات أفريقية كبيرة، كسب مع الترجي دوري أبطال أفريقيا. كهربا اللي بيتسو موسيماني يعني مش مرحب ببقائه مع الفريق. كهربا دخل اهتمامات فيوتشر الأيام اللي فاتت، وممكن يكون حل كويس لإتمام صفقة تبادلية، خصوصا أن كهربا مش مرغوب في وجوده طول ما بيتسو موسيماني موجود. طبيعي النادي الاهلي الدكتور احمد ابو عبله رغم انه منح الجهاز الفني ضوء اخطر بامكانيه اشراك بدر بانون امام ايسترن كومباني في الدوري يوم 12 يونيو الجاري، لكنه نصح بالصبر لمباراه القمه امام الزمالك عشان يكون جاهز بنسبه 100%. عوده حميده، مليون سلامه، حمد لله على السلامه للمغربي الدولي بدر بانون. النادي الاهلي حقق فوز كبير بخمسة أهداف دون مقابل على فريق الدفاع الجوي في المباراة الودية اللي أقيمت بين الفريقين عصر الثلاثاء استعدادا للمباريات المقبلة. سجل أهداف النادي الأهلي كل من زياد طارق وكريم فؤاد ومحمد أشرف وحسام حسن، سجل هدفين. حسام حسن خسارة، حسام حسن عندي بيتسو موسيماني بصراحة، راجل مصمم إنه الراجل ده ما يلعبش خالص، سواء لاعب كبير ولاعب مميز. دي صور من المباراة، مباراة الأهلي والدفاع الجوي، الأهلي كسبها بخمسة أهداف. بصوا بقى الحكايه دي، نادي الزمالك مهدد بعدم المشاركه في النسخه الجديده بدوري ابطال افريقيا بسبب وجود مديونيات عليه، سواء لاتحاد الكره او للاعبين ومدربين اجانب سابقين، وهو ما يمنع تجديد رخصه الاحتراف الخاصه بنادي الزمالك قبل انتهاء المهله في 30 يونيو الجاري. اتحاد الكره خاطب الانديه لارسال الملفات الخاصه بها لاصدار تراخيص لها قبل انطلاق الموسم الجديد 2022-2023. يعني الزمالك يلحق نفسه، واعتقد هيلحق نفسه، ما فيهاش اصل، ما بطوله افريقيا دي مهمه جدا لنادي الزمالك زي ما هي مهمه للنادي الاهلي، مهمه للانديه الكبيره طبعا، وكل وحتى لو مش كبيره يعني مهم، فاكيد الزمالك هيلحق بسرعه يلم اموره، اتوقع ده يعني خلال الايام اللي جايه. لسه مع اخبار نادي الزمالك، وجوزفالدو فيريرا عقد جلسه مع ناشئي نادي الزمالك المميزين بعد مباراه الفريق الوديه امام المصريه للصالات واللي كسبها الزمالك 2-0. فيريرا وجه رساله للاعبين، قال لهم انتم مستقبل الزمالك ولاعبيه مميزين ولاعبين مميزين ومهمه بالنسبه لي، واعتمد عليكم الفتره اللي جايه، طلب منهم الاجتهاد والتركيز في التدريبات فقط، ومع الوقت هيتم مشاركه المميزين في المباريات بشكل تدريجي. الزمالك كمان ارسل خطاب ثاني للاتحاد السعودي لكره القدم من اجل الحصول على المستحقات الماليه الخاصة بالنادي في انتقال مصطفى محمد لنادي مصطفى فتحي لنادي التعاون السعودي، والمقدرة بمبلغ 400,000 دولار. الزمالك كان أرسل خطاب من أسبوع للاتحاد السعودي لكن لم يتلقى أي رد، فأرسل خطاب ثاني. تونسي حمدي النقاز مستني اجتماع مع مسؤولي الزمالك لمعرفة موقفه مع الفريق، خصوصا أنه في عقد بينه وبين الزمالك من السنة الماضية لمدة 3 مواسم. النقاز كان واخد وعد من لجنة كابتن حسين لبيب انه هيرجع من بداية الموسم، لكن الوضع اختلف بعد تواجد مجلس ادارة جديد. النقاز متواجد في القاهرة ومنتظر اي مكالمة من مسؤولي نادي الزمالك. نروح لاخبار النادي الاسماعيلي، والمهندس يحيى الكومي رئيس نادي الاسماعيلي قال ان النادي تلقى خطاب من اتحاد الكرة يفيد بان المحكمة الرياضية الدولية اصدرت حكما نهائيا بحقية التونسي لسعد الجزيري مهاجم الفريق السابق بالحصول على مبلغ 600,000 دولار. ورئيس النادي الاسماعيلي قال انه رغم وصول حكما بحقية اللاعب بمبلغ 600,000 دولار لكنه قد يحصل على مبلغ 450,000 دولار فقط لانهاء الازمة بشكل نهائي. ده كانت إدارة النادي الإسماعيلي السابقة برئاسة إبراهيم عثمان قامت بفسخ عقد اللاعب التونسي لسعد الجزيري ورفضت منحه باقي مستحقاته البالغة 100,000 دولار. اللاعب التونسي صاحب 32 عام انتقل الإسماعيلي عام 2018. لحظة واحدة بقى، أنا ما بفهمش إهدار الأموال دي والدولارات دي بالشكل ده، مع كامل الاحترام لكل إدارات الأندية سابقة وحالية، يا جماعه الفلوس دي من مالنا، من مال الناس، من مال جماهيركم، من مال ناديكم على الاقل. ليه الفلوس دي تهدر بالطريقه دي؟ راجل كان ليه 100,000 دولار ما خدهمش وهو ماشي، فغرم الزمالك عليهم على الاسماعيلي عليهم 500,000 دولار. حرام، دي فلوس كتير قوي، حرام يعني حرام. فكره انا هقول لك الحكايه بتمشي ازاي. انا ببقى ماسك النادي، انا مش بتكلم على النادي الاسماعيلي بس، انا بتكلم على كل الانديه. انا ببقى ماسك نادي وعليا فلوس، اقول انا مالي يروح يرفع قضيه، ما انا كده كده السنه الجايه مش موجود، اللي يجي بعد يبقى يحلها، لكن انا اقعد ادور له على 100,000 دلوقتي، ما هو اللي يجي بعد يبقى يدور له على 600 700,000، انا مالي. ده غلط، ده حرام،
حرام بجد، لاعبين اجانب بيجوا رايحين جايين عمالين يلموا مننا فلوس من حيث لا ندري، من حيث لا ندري، اللي يبقى ليه جنيه بياخدهم 10 و20، مش منطقي يعني. طيب هيكون معايا بعد الفاصل ان شاء الله احمد مكشة ويوسف مجدي عبد الغني لاعباء ايسترن كومباني، فقره ان شاء الله تعجب حضراتكم فيها كلام مهم جدا بعد هذا الفاصل، خليكم معايا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. ايسترن كومباني في الدوري الممتاز، النتائج احيانا تتراجع واحيانا تتصاعد والامور ماشيه فوق وتحت، بس تحس ان الفريق في الفتره الاخيره بدات الامور تتحسن كثيرا. لسه قدامهم مشوار طويل، اكيد مشوار طويل، مشوار صعب، مؤكد مشوار صعب. عشان كده معايا النهارده اثنين من نجوم فريق ايسترن كومباني، احمد مكشة كابتن الفريق، وايضا اللاعب الواعد الرائع يوسف مجدي عبد الغني. كابتن احمد مشرف ومنور. طبعا برحب بيك يا كريم، وان شاء الله كده نبقى خفاف كده عليكم في الحلقه ان شاء الله. ده شرف كبير لينا انك موجود. شرف كابتن يوسف، مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. حبيبي يا كابتن، انا اسعد وشرف لي ان انا اكون معاك. اللوك بتاعك حلو حبيبي. اللوك ده بيفكرك بمين؟ فزوره، فاهم انت، فزوره حاجه صعبه. كنا بالكابتن يوسف، كابتن مجدي عبد الغني. هو انت واخد اللوك صح؟ كل حاجه، والشكل طبعا، دقنه والشكل واللوك وضربات الجزاء وكل حاجه، كل حاجه صح، مش سايب له حاجه انت خالص. هجي لك انا دلوقتي. نبدا بالكابتن. كابتن احمد، الايسترن السنه دي في وقت فيه منافسه كبيره قوي، الدوري السنه دي دوري صعب، وكل سنه بنقول الدوري ده الاصعب، بس هو فعليا الدوري ده الاصعب عشان في انديه كتير بتصرف، في انديه كتير عندها نجوم، كل الفرق بتنافس قدام كمان على المراكز اللي قدام، ففكره كمان ان الصراع بقى صراع وانت بتاخد نقط، يعني انت بتاخد نقط وبتقع برضه، بتاخد نقط وبتقع برضه، الامور عامله ازاي معاكم الموسم ده؟ والله طبعا زي ما انت بتقول الدوري، فعلا الدوري ده من اصعب الدوريات، يعني بقالنا 20 سنه ما شفناش دوري بالقوه دي. صح. كل الفرق بتصرف، مستوى اللعيبه او الكواليتي بتاع اللعيبه كله بقى زي بعض، هو يعني النادي الاهلي زي نادي الزمالك زي نادي، بس هي الفروقات اللي بيصرف هو اللي بيكمل. لكن لو بصيت مثلا على اللعيبه، لا مش ده النادي الاهلي بتاع زمان، مش ده نادي الزمالك بتاع زمان، لا، في الموضوع فروقات متقاربه جدا. صح. ما بين اللعيبه وما بين بعض يعني. صح. فروقات بسيطه جدا يعني، هي اللي ممكن بتميز لعيب عن لعيب. فده اللي مدي الحلاوه للدوري وقوه للدوري. طيب ايه كابتن يوسف، ايه اللي يخلي ايسترن السنه دي يبقى ماشي احيانا بشكل معقول جدا والنتائج بعد كده تتراجع ويرجع تاني يعمل نتائج محترمه؟ يمكن الفتره الاخيره حتى مع لو في خساره او اتنين في النص، بس الاداء اتحسن والنتائج برضو اتحسنت شويه. لسه كتير، بس الاداء النتائج اتحسن. انا شايف ان التوقف الاولاني فرق معانا جدا. كنا ماشيين، كسبنا سيراميكا وكسبنا امبي ومتعادلين مع المصري وعاملين نتائج ممتازه. بعد كده التوقف بقى جه، توقف شهر ولا حاجه، ده فرق معانا جدا. كنا حتى ماتشات الوديه ما بنخسرش ولا ماتشات وديه ولا ماتشات رسميه ولا اي حاجه، التوقف ده جه علينا شويه، كان اللعيبه كلها عندها ثقه وكده. بعد كده همدنا بقى شويه بعد، مع اننا عملنا معسكر واشتغلنا اجتهدنا جامد جدا في التوقف، بس اللعيبه تحس ان هم نزلوا شويه، حسوا ان هم عملوا اللي عليهم بعد لما كسبنا ماتشين ورا بعض وتعادلنا كذا ماتش. فهو التوقف الاولاني ده حاسس ان هو فرق معانا. ان شاء الله التوقف ده بقى نتمنى ان هو يكون في صالحنا ان شاء الله باذن الله. كابتن علاء عبد الوهاب فرق معاكم في ايه؟ كابتن علاء متمرس فكره الصعوبات، يعني يشتغل في صعوبات زي ديت حتى لو الامكانيات مش احسن حاجه، بس يقدر يتعامل مع كل الامكانيات. كابتن علاء عبد الوهاب فرق معاكم في ايه؟ لا، النقطه الايجابيه جدا لكابتن علاء ان هو قرب اللعيبه من بعض كلها. يعني كان الاول كان في جاب ما بين اللعيبه وما بين بعض. كابتن علاء جه اشتغل على الحته دي، العامل النفسي قبل الفني، قرب اللعيبه من بعض، كان على طول اجتماعات مع اللعيبه، معسكرات للعيبه، وطبعا يعني مجلس اداره كان هو موفر الموضوع ده، فكان الموضوع سهل بالنسبه لنا. فمع قعده كابتن علاء معانا دي خلت اللعيبه كلها يبقى في تجانس اكتر بعيد بقى عن الملعب. ده الشغل اللي كان، يعني كانت المشكله اللي بدانا بيها الموسم. صحيح. لان كمان كان في لعيبه دخلت علينا متاخر، فكان لسه اللعيبه مش واخده على بعض والكلام ده كله، فاخذت وقت على ما الناس كلها تنسجم مع بعض يعني. طيب كابتن يوسف، من الحاجات الملاحظه انه اخر ماتشين لعبتهم كان سموحه وفيوتشر تعادلين، انت بتتكلم في فرقتين بينافسوا جدا على المربع الذهبي في الدوري، صعوبات اكيد، اتعاملتوا ازاي مع مباراتين زي دول؟
والله ماتش سموحه بالذات يا كابتن يعني كان صعب قوي بالنسبه لي، انت كنت متقدم بهدفين لغايه الدقيقه 60، بعد كده ترجع بجون سموحه ونفضل احنا مكملين مهاجمين ونضيع الجون الثالث، يعني كنا خلاص قريبين جدا ان احنا نجيب الجون الثالث ونحسم الماتش، جون في اخر ثانيه طبعا كان احساس صعب قوي. ماتش فيوتشر بقى كان احسن، يعني كان بطعم، مش طعم الهزيمه قوي زي بتاع سموحه كان طعم الهزيمه طبعا، كنا متضايقين جدا، بس ماتش فيوتشر كنا خاسرين 1-0 رجعنا، وفيوتشر فرقه يعني عامله نتائج محترمه جدا السنه دي، فيعني بنحاول نبني من عليه بقى ان شاء الله. عظيم جدا. طيب من الحاجات الملاحظه جدا في ارسنال من السنه دي انه فرقه بتعرف تدافع كويس، بس برضو بيبقى فيه اخطاء في بعض الفترات في المباراه ما بتبقاش منطقيه، يعني تبقى انت راكب الماتش بشكل معقول، تكتيكيا انت ماشي بشكل كويس، ايه اللي بيحصل في الفريق في بعض الفترات يحصل عدم تركيز وغياب عن التركيز، مش تركيز بسيط يعني. بص هي دي النقطه دي، وكنت دايما بتكلم فيها مع اللعيبه والكابتن علاء بصراحه اتكلم معانا فيها، ان التركيز في الماتش لازم يبقى 90 دقيقه، صح؟ مش 90 دقيقه بس كمان، لا في وقت ضايع كمان. برافو عليك. فاللحظه اللي انت ما بتركزش فيها دي هي اللي ممكن بيجي فيك الهدف. فدي دي كانت المشكله، ان التركيز ما بيوصلش لحد الاخر من اول دقيقه لاخر يعني. انا لاحظت صح يعني، دايما بحس وانا بتفرج على ماتشات ايستن انه الفرقه ماشيه كويس، حتى يعني يعتبر الاجوال اللي بتيجي فينا كلها اخطاء مننا احنا، صح؟ مش مثلا لا اتعمل علينا تكتيك وجي منه جول، ولا لا، كلها احنا شبه احنا اللي بنديهم الكوره بالظبط، احنا بنديهم الجول، صح؟ صح. من افضل لعيب الوسط اللي جم في التاريخ يعني دايما، وكابتن مجدي عبد الغني كمان من الاسماء المثيره للجدل، مش بس كلاعب كوره يعني، حتى اداريا وخلافه. فانت ما قلقتش بقى من فكره انه ما هو كابتن مجدي عبد الغني اللي بيخليه يلعب، كابتن مجدي عبد الغني اللي بيساعده؟ اكيد الظروف دي او الامور دي انت شفتها في عيون الناس حواليك، تعاملت مع الامر ازاي؟ طبعا ضغوطات على طول من اوضه اللبس، من وانت صغير على طول الناس بصه لك بصه، اللي هو يعني دايما بيبصوا لك بصه اللي هو انت مش تعبان زينا، مش جاي من الحته اللي احنا جايين منها، الكلام ده كله، صح؟ بس انت كل اللي تقدر تعمله انت تجتهد وتعمل اللي عليك، تتمرن كويس، وربنا بقى يكرمك لما يديك في الملعب ان شاء الله، يعني تثبت بقى ناس الملعب زي ما انا قلت لك قبل كده، لما انت عندك مدخل ملعب فضاح، عمرك ما يعني عمرك تقدر تضحك على الناس في الملعب في ماتش طبعا بالظبط، لعيبه الكوره تحديدا ما فيهاش يعني، انت وارد جدا طبعا بطبيعه الحال انه يساعدك انك توصل لنادي، بس مش هيخليك تلعب، صح؟ يعني ممكن يقول لحد والله شوفوا يوسف، صح؟ يعني يمكن يطلع كويس بس مش هيخليك تلعب. برافو عليك. عمر ما المدرب ما هيكون عايز يعني يخسر بالظبط، فهو يعني الواحد بيحاول يجتهد على قد ما يقدر ويرد في الملعب يعني. عديت على النادي الاهلي بقى ولا ما عدتش خالص؟ لا ده وانا صغير قوي يعني، وانا صغير جدا، بعد كده يعني كان مشوار بعيد بقى يعني حوالي 7 سنين مثلا ولا حاجه. بعد كده رحت فتره بقى نادي السيد جنب البيت عشان المسافه كانت بعيده قوي، بعد كده رحت اسبانيا، كنت بدرس في اسبانيا، فلعبت فتره هناك في الدرجه الثانيه، ورجعت بقى هنا تاني خدتها من تحت خالص، فده بقى اللي يثبت ان هو يعني مش محتاج نقول خالص ان ده عشان يوسف مجدي عبد الغني فبيلعب على الحاجات دي. عديت على نادي النصر، ويعني تعرف نادي النصر في الدرجه الثانيه عامل زي الاهلي كده، كابتن سيد عيد لو ايه مستحيل يعني في شغله يدخل اي مجاملات ولا اي حاجه. لعبت في النجوم، بعديها بقى الحمد لله السنه دي بدات السنه هنا مع الكابتن علاء نوح، ودلوقتي كابتن علاء عبد العال. طبعا انت لعبت في اسبانيا فين؟ لعبت في اسبانيا في نادي اسمه ريكامبيوس كولون في فالنسيا. طب ليه ما قررتش تكمل في اوروبا يعني، تلعب شويه حتى لو في فرق صغيره؟ كان نفسي طبعا، بس يعني كان في ظروف كده خاصه يعني، حبيت ابقى هنا جنب اهلي اكتر وابدا من هنا، ويعني اطلع على حاجه كويسه، او ما افضلش يعني، عشان كنت حاسس ان النادي مش طموحي قوي بره، فحسيت ان انا اخلص يعني اثبت نفسي هنا واعمل شغل كويس، بعد كده اطلع بقى حاجه كويسه ان شاء الله. الحاج قال لك كفايه كده بقى بره، تعالى اقعد معايا يعني، من دي من دي حاجه، من دي من دي. كابتن مجدي برضه تعبنا في كل حاجه، مش راضي يسيب لنا لعيب بره في اوروبا عشان برضه يبقى يقول لك انا اجمد محترف. ان شاء الله يعني اشتغل الفتره دي، وباذن الله لو فيها ان انا احترف في نادي كويس باذن الله. عظيم. طيب كابتن احمد، من الحاجات المهمه ان انت ليك مشوار كبير في الدوشه اللي تحت، انت تعبت كتير يعني، انت من اللعيبه اللي شقيت قوي يعني، في مرمطه يعني. ايه اللي حصل؟ كنت بادئ امتى؟ لا هو انا بدات كوره ناشئين النادي الاهلي، لعبت 11 سنه في النادي الاهلي. هايل. بعدين جت فتره وبعدت، كان اصابه وقعدت فتره طويله ما بلعبش كوره لحد 23 سنه. فرجعت لعبت في نادي النصر مع كابتن سيد عيد برضو، بس هو يوسف ما كانش معايا يعني، كان لسه صغير ساعتها. وبعدين لعبت في شرقيه الدخان،
لعبت سنه في شرق الدخان، بعدين حرس الحدود اشتراني هناك، لعبت 4 سنين في الحرس، بعدين برضو اصابه قعدت بقى فتره، دي بقى من ساعتها قعدت سنه وشويه ما بلعبش. فطبيعي ان انت بعد الاصابه تلعب دوري ممتاز، طبيعي الناس تبقى عايز تشوفك، عايز تشوف اخبارك ايه بعد الاصابه. صح. فاضطريت ان انزل العب ممتاز بيه. فطبعا بقى خدت بقى خط الصعيد، تليفونات بني سويف، بحري، جمهوريه شبين. بعدين كلموني في الشرقيه للدخان بصراحه. كلموك امتى؟ كلموني بالظبط من 3 سنين. 3 سنين. قالوا لي احنا عاملين فرقه كويسه وعايزين نصعد وانت كابتن الفرقه وبس. حسيت ان فعلا عندهم الطموح ان هم يصعدوا فعلا يعني. فطبعا اول ما كلموني انا ما يعني، هو النادي ده كان وشه حلو عليا من الاول، برضو كنت رحت عن طريقه دوري ممتاز اللي هو في حرس الحدود طبعا. فرحت وقلت اخد التجربه تاني واحاول تاني وبصراحه انا تعبت لها، تعبت لها يعني. حتى انا لما كنت بقعد مع اللعيبه اقول لهم بصوا انا عندي 34 سنه بس انا طموحي ارجع دوري ممتاز. حيل. فحسيت ان اللعيبه برضو عندها نفس الطموح. يعني هو اللعيبه برضو كان في الاول يقولوا ده مكشه بيهجص علينا مش عارف ايه، 34 وهيلعب دوري ممتاز ازاي يعني، عايز يلعب دوري ممتاز ازاي. بس فعلا الحمد لله اللي لما بتتعب فعلا ربنا بيديك. صح. يعني ربنا اداها لي، رجعني تاني ان انا ارجع تاني العب دوري ممتاز وانا عندي 36 سنه. هايل. ف ما لقيتش بقى ده عاده يعني لما الفرق بتصعد من الدرجه الثانيه يقول لك طب هنمشي بقى اللعيبه الكبيره نجيب لعيبه دوري ممتاز، ما لقيتش انه حد بين قوسين كده يبيعك بقى يقول لك لا خلاص انت عملت اللي عليك مش هتكمل معانا؟ بصراحه عمري ما توقعت ان حاجه زي دي تحصل، لان انا كنت بتعب، فكنت يعني انا كنت شايف نفسي انا برضو ببقى بعرف اقيم نفسي. والمدربين في نفس الوقت برضو بتقيمني. انا بالنسبه لي باخد التمرين زي الماتش. ممكن اتكلم انا كمان على الحته دي؟ طبعا كابتن موكشا ده لغايه دلوقتي ناس بتكلمه يعني فاكرينه ان هو لسه سنه صغير قوي، بيكلموه على طول وكلاء وحاجات كده. راجل يعني ما شاء الله مجهوده في الملعب مش طبيعي. طبعا. والله يعني حتى في التمرين، التمرين زي الماتش، الماتش زي التمرين، حاجه محترمه يعني جدا. بس في حاجه، في حاجه غريبه، جيل التمرينات ده اللي هو 84 85 86 تلاقيهم هم لحد دلوقتي بيلعبوا بقلب وبروح وماسكين في الملعب. في بعد كده جيل جه كده اللي هو ايه، من هو عنده 25 سنه بيبقى هيبطل. لان الجيل ده اتاسس صح. الجيل ده اتاسس صح وكان يعني انا كواحد اتاسست في النادي الاهلي، انا لا كان رقم واحد عندنا ان انت تلعب بروح وقلب ورجوله في الملعب، دي رقم واحد. بعدين الفنيات. صح. فدي اللي بتخليك بتطول عمرك في الملعب وتخليك خلاص انت اتعودت على حاجه فبتفضل ماشي على السيستم ده طول حياتك. بس فربنا اداها لي دقايق وخدت الممتاز. طب كابتن يوسف، كان عندكم مباراه حلوه قوي عملتوها قدام نادي الزمالك واتخطفتوا فيها هدف برضه من المباريات طبعا اللي زعلنا عليها جدا. في مباريات كتير قوي يعني، احنا لو كان في شويه توفيق كنت هتلاقي ان احنا في حته تانية خالص. حتى تشوف ماتش المحله مثلا، ماتش المحله الشوط الثاني كله بنلعب عند المحله في ملعبها مهاجمين طول الماتش. بس هو ما كانش فيه توفيق، حتى ذبحنا عجل بنحاول نفك عدم التوفيق ده باي حاجه. بس انا متاكد ان شاء الله طالما احنا بنتعب يعني ربنا مره واحده هيفك كل حاجه وان شاء مش الله. قلقان؟ مش حاسس ان الموسم عمال يهرب؟ طبعا احنا دلوقتي في يعني في مش 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 في احسن حته، بس طالما بنتعب وبنعمل اللي علينا فيعني خلاص ما نقدرش نعمل غير كده، نعمل اللي علينا واكيد ربنا هيديها لنا، او حتى لو ما ادهلناش دلوقتي هيديها لنا في حاجه ثانيه فخلاص يعني. طيب انت كابتن الفرقه عندك احيانا حاجتين مع المدرب طبعا بيبقى بتواجههم، الحاله المعنويه للفرقه ان انت تخاف انها في اي لحظه تهبط خلاص او يحصل يأس، والحاجه الثانيه انه احنا دلوقتي في نص الموسم، وفي نص الموسم ده في سوء انتقالات يعني، في فرق بتتكلم مع لعيبه معاك في او بتتكلم معاك، هو لسه كمان يوسف بيقول بيتكلم مع كل اللعيبه يعني، وفي لعيبه بتفكر تمشي وفي لعيبه بتفكر تقعد، فالتركيز بيقل وانت اصلا في وضع صعب، الامور دي كلها بتتعاملوا معاها ازاي؟ الحاجه اللي الواحد بيحاول يوصلها للعيبه ان لما تروح نادي كبير هتفضل كبير هناك. يعني انت دلوقتي انت لو رحت وانت مقعد الفرقه غير لما تروح نادي وانت مهبط الفرقه. صح. فدي بتفرق ما بين الاثنين، حتى انت لما بتبقى رايح الفرقه واقفه انت بتبقى رايح عندك ثقه في نفسك في الناس اللي انت داخل عليهم. فدي بتفرق مع اللعيب حتى في سعره كمان. يعني لو اللعيب سعره مثلا 2 مليون ولا 3 مليون، لا لما يروح وهم قاعد الفرقه ياخد 10 مليون. فدي الحاجه الواحد دايما بيتكلم مع اللعيبه فيها عشان ما حدش دماغه لو يقول لا خلاص ما كده كده بقى اروح حته ثانيه مش عارف ايه الكلام ده كله، لا يعني هم لازم برضه يبقى حاطين الموضوع ده في دماغهم. صحيح.
فدي الواحد الحاله المعنويه بقى لما بتهبط شويه في القصه بتاعت انه النتائج متاخره شويه، انت مكانك في الجدول في مكان صعب، اكيد في لعيبه صغيره كمان معاك في الفريق بتهبط تقول لك لا ما فيش فايده مش هنكسب، والحظ كمان لما بيعندك بتخليك تهبط اكتر. هو الحمد لله طبعا اللعيبه كلها ما عندهاش الموضوع ده الحمد لله، يعني حتى احنا داخلين نلعب احسن فريق في افريقيا النادي الاهلي الماتش الجاي، لا احنا رايحين عايزين نكسب. يعني الموضوع واصل للعيبه، لا احنا رايحين نكسب، ليه ما نكسبش النادي الاهلي؟ الدوري كله شبه بعض، احنا كنا متعادلين مع الزمالك وكنا هنكسب الزمالك بس ما فيش نصيب، فليه ما نعملش اللي علينا وان شاء الله نكسب، ما فيش اي مشكله. يعني انتم تارجتين ان انتم تكسبوا الاهلي الماتش اللي جاي طبعا. احنا كل اكيد طبعا احنا اي ماتش دلوقتي داخلينه احنا عايزين نكسب عشان نطلع من اللي احنا فيه. احنا مش هنطلع من اللي احنا فيه ده غير بماتشين مكسب. احنا عشان نعدي نبقى نبعد من الثلاثه اللي تحت. الماتشين دول حتى لو منهم الاهلي، حتى لو منهم اي حد. يعني احنا حتى لعبنا بيراميدز، لعبناهم في الرابطه وعملنا نتيجه ايجابيه. صح. ممكن النادي الاهلي هو اللي لسه ما لعبناهوش من اول، يعني من الفرق الكبيره. يعني انت بيراميدز والزمالك، لعبنا بيراميدز والزمالك، والزمالك عملت مباراه كبيره. بالظبط. وبيراميدز عملت مباراه كبيره، فده يعني دليل ماتش الزمالك وماتش بيراميدز والماتشات دي كلها ان الفروقات بسيطه. صح، عندك حق. طيب كابتن يوسف، انت هتلاعب الاهلي من غير الدوليين، هيفرق معاكم؟ طبعا شايف ان دي فرصه ما بتجيش كل يوم ان انت تلعب الاهلي كمان مضغوط بعد بطوله افريقيا. صح. فطبعا لازم نستغل الفرصه دي ونستغل الضغوط هتبقى عليهم اكتر من علينا طبعا. فان شاء الله. وكمان كابتن علاء عبد العال بيقرا الفرق الكبيره بصوره كبيره جدا، بيحفظنا دايما طرق لعبهم بفيديوهات بكل حاجه، فان شاء الله انا حاسس ان احنا باذن الله هنعمل نتيجه كويسه. بيتقال دايما انه اللاعب بينزل مباراه الاهلي والزمالك دي بيدي 200% من قوته، ده بيبقى حقيقي؟ دي حقيقه، ده كمان حاجه يعني تحفزنا اكتر وتخلينا مستعدين اكتر للماتش ونبقى عايزين نعمل اكتر. انت بتلعب نادي زي النادي الاهلي، فطبعا اللعيبه كلها بتبقى جاهزه للماتش ده اكتر من اي ماتش تاني. ف صح. طيب انا عايز اسالك السؤال ده بخبراتك الكبيره، ليه اللاعب لما يجي يلعب قدام الاهلي والزمالك يدي 200% من قوته، رغم ان انت اصلا الماتشات الثانيه لو اديت فيها 200% من قوتك هتجمع نقط وتبقى الدنيا سهله؟ ويتقال بعد كده الجمله الشهيره ده، لو ايستن بيلعب كل المباريات كده ده ممكن يبقى بينافس على المربع الذهبي على اي فريق، يعني بقول ايستن كمثال. ليه؟ بص، هو انت بتلعب النادي الاهلي كل لعيب بيبقى بيحط في دماغه، لا انا ليه ما كنتش موجود في النادي الاهلي؟ ليه الناس دي احسن مني في ايه؟ فانا هطلع كل اللي عندي وبالزياده كمان. فهي ساعات بقى ممكن واحد بيبقى موفق، اللي بيبقى موفق بيبقى موفق قوي، واللي بيبقى مش شايف بيبقى مش شايف خالص. صح. صح. يتظلم يتنور. بالظبط. فكل واحد بيبقى عايز يثبت لنفسه، لا او حتى بيقيس مستواه. حتى بيقيس مستواه يقول لا، طب لا انا لعيب نادي اهلي. صح. انا احسن من الناس اللي في النادي الاهلي، ليه النادي الاهلي ما يبصليش؟ ليه نادي الزمالك ما يبصليش؟ فكل واحد بيبقى حاططها بالشكل ده. بالظبط. كان عندكم لقاء مهم جدا من اسبوع تقريبا مع رونالدينيو، طبعا مثل اعلى ده للناس كلها. المشهد كان عامل ازاي وهو داخل عليكم؟ رونالدينيو طبعا انت 90% من الناس لو سالتهم مين مثلك الاعلى او اي حاجه من الجيل اللي طالع او حتى الجيل اللي قبله يقول لك رونالدينيو على طول. فطبعا كانت حاجه بالنسبه لنا كبيره جدا ان هو يجي في وقت، انا كمان شايف ان هي حركه ذكيه جدا من الاداره. حاجه مصر استفادت، مصر كلها استفادت بيها، ان هو يجي وينزل ستوري ان هو طبعًا في مصر وبوست وحاجات كده. فطبعا دي يعني اتحرك السياحه في مصر، وكلنا كلعيبه طبعا كنا مبسوطين جدا ان احنا نشوف واحد زي رونالدينيو. لازم تحكي لي موقف، في موقف حصل بينكم وبين بعض، بينكم وبين رونالدينيو، في حاجه حصل، في افيه اكيد يكون في النص. لا، هو كان في صحفي واحنا في الاخر ضحك على بص، ده هو واضح انه كان مجهز الموقف ده، كنت رايح له ايه؟ الناس كانت بتحاول تتصور معاه طبعا ومش لاحقين، فهو اتصور معانا صوره، كان هم عاملين يقولوا لنا هيجوا يتصور معاكم على جنب، كل واحد يتصور صوره لوحده وبتاع. انا فاكر كابتن احمد تمساح كان بيحاول يتصور معاه، ما لحقوش، وصحفي ورا بقى عمال ينده يا رونالدو يا رونالدو رونالدو اصلا رونالدو، اي حد عمال يعمل اي حاجه في الزحمه بقى، بس ما لحقناش ناخد معاه اي واحد. البادي جارد وقفه وقال قال لتمساح، قال له احمد كابتن احمد تمساح قال استنى بس استنى عشان بس ايه، ما ينفعش تخش، قال انا الكابتن احمد تمساح بيقول للجارد بتاع رونالدينيو انا الكابتن احمد تمساح، ده يعني ده رونالدينيو يعني انا احمد، انا بكلمك الكابتن احمد تمساح. طب انت اديته الكابتن احمد تمساح ولا سبته يتخانق؟ لا، ده محتاج يعني كتالوج عشان الواحد يفهم دماغه تمساح ويتعامل معاه، يعني شخصيات محترمه جدا. طبعا طبعا من الشخصيات الرائعه المحترمه. طبعا اسالكم بمناسبه
ان منتخبنا تحت قياده جديده مع كابتن ايهاب جلال، رايكم ايه في مستقبل منتخبنا ان شاء الله مع الكابتن ايهاب جلال؟ هو كل واحد يقدر يقول ان كلنا لازم هنبقى في ظهر الكابتن ايهاب جلال، مدرب مصري من احسن المدربين المصريين اللي موجوده على الساحه دلوقتي طبعا، فلازم كلنا نبقى سبورت ليه يعني. ف يعني واحد مصري واحد مننا، واحد هيبقى فاهم اللعيبه اكتر من لما واحد لسه اجنبي لسه بيحاول يفهم اللعيبه، يفهم طبع اللعيب المصري. اللعيب المصري ليه طبع كده، ايه يعني مش اي حد يفهمه، صح. لازم واحد مصري زيه، صح، واحد مننا. ودايما معظم المدربين اللي نجحوا مع منتخب مصر كانوا مصريين، كابتن جوهر الله يرحمه وكابتن حسن شحاته، صح. فده انا دايما مع المدرب المصري. انا شايف يا كابتن في النقطه دي ان احنا محتاجين نصبر على الراجل شويه بصراحه. برافو عليك. يعني الناس مستنيه الماتش اللي فات ان هو يخلص تعادل باي طريقه عشان تطلع وتقطع وتعمل. طب ليه نساعده ونديله فرصته، بالذات ان احنا بقالنا فتره كبيره جدا مع مدربين بتدافع. هو جايب بكوره مختلفه تماما، الكوره بقى الناس كلها عايزاها ان انت تمسك كوره وتهاجم والكلام ده كله، فلازم ندي الراجل يعني فرصه بس شويه. بس وربنا يوفقك. بتفكر انك تبقى قريب للمنتخب في اي وقت من الاوقات؟ طبعا حلم اي لعيب ان هو يبقى قريب من المنتخب. انت بتبقى كل لاعب بيبقى حاسس نفسه انا جاهز ولا مش جاهز للمنتخب، انت حاسس دلوقتي ان انت جاهز للمنتخب ولا انا لسه؟ حاسس ان انا الحمد لله يعني عندي مقومات ان عادي ابقى موجود في المنتخب يعني الحمد لله جسمانيا وكل حاجه. بس الواحد محتاج لسه بس يعني يشتغل على نفسه اكتر شويه والفرقه تبقى في مكان احسن، تبقى في ثقه اكتر والكلام ده كله، ومفيش اي حاجه بعيده يعني. اكيد انت كمان بقى بطموحك اللا محدود ده بتفكر في المنتخب عادي جدا. مفيش حد ما بيفكرش، وفعلا انا بفكر. بس طبعا هنا في مصر المشكله ان هم بيبصوا للسن، ما بيبصوش انت عامل ايه في الملعب. صح. يعني هم الناس لو بيبصوا انت عامل ايه في الملعب وسايبين حكايه السن دي على جنب، لا هيلاقوا لعيبه كتيره كويسه. صح. هلاقي لعيبه، لكن انا من ساعه لما اتصبت وانا عندي 28 سنه يقولوا موكشا كبر. طب يعني يا جماعه 28 سنه يعني عامل ايه في نفسي؟ طيب انا 28 سنه معروف عندنا في مصر يبقى لاعب ناشئ يعني، مش عارف ازاي كبرتوه يعني. بالظبط. فبيقول موكشا كبر والسن ومش عارف ايه وداخل على ال 30. لا، صح. في ناس دلوقتي تلعب لل 40. بالظبط. يعني هو المفروض بيبصوا للعطاء في الملعب عامل ازاي. بالظبط. السن ده بس مجرد رقم. ابراموفيتش لسه واخد دوري مع ميلان وعنده 40 سنه. بالظبط. يعني هيعمل دوري ايطالي كمان يعني. يعني انا من نوعيه الناس اللي ما بعترفش بالسن. انا صح. حتى لما حد يتكلم معايا لا انا شوف في الملعب انا عامل ازاي، بعدين ما تتكلمش السن معايا في السن خالص. عندك حق. بمناسبه ذكر ابراموفيتش، يعني هو واخد الدوري 40 سنه مع ميلان، وبعد ما خلص دوري قال لهم انا كنت بلعب الموسم كله وانا عندي رباط صليبي. يعني عرفت اللي هو انت ايه حاجه بقى كابتن، انت متضايقنا ولا ايه؟ حاجه من الحاجات اللي موكشا يقدر يعملها دي ممكن عادي قوي يخلص الموسم في الاخر. يعني ما شاء الله عليه مقاتل. كابتن احمد موكشا شرفتني ونورتني، كنت سعيد جدا بتواجدك معايا، وكل التوفيق ليك ان شاء الله. اكتر يا كريم. انا اشكرك كابتن يوسف، شرفت ونورت ودايما موفق حبيبي يا كريم. اشكرك. شكرا جزيلا. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل النجم الكبير كابتننا الكبير كابتن محمد عبد الجليل، نتكلم معاه شويه عن منتخبنا الوطني. خليكم هذه الفقرة المحببة جدا إلى قلبي مع الكابتن الكبير كابتن محمد عبد الجليل. يا كابتن محمد وحشني بقالك فترة. يا رب يخليك. ده أنا الفقرة دي اللي محببة القلب. بس بتغيب عليا ليه؟ معلش. ابتدينا الشغل بقى و شغل ايش؟ بنلف هنا وبنلف هنا بقى بنجيب. بس ما شاء الله عليك كابتن محمد، صيف شتاء شياكة. ربنا يخليك يا كابتن. صيف شتاء حبيبي. يعني انا بفهم الناس بتندرى في الشتاء بالشياكه، بس في الصيف بتبقى اي حاجه، بس ما شاء الله. يا رب يخليك يا كابتن. ده من ذوقك يا محترم. يا رب يخليك. حضرتك عامله ايه؟ زي الفل. كله كويس؟ الحمد لله. منتخبنا الوطني تجربه اولى مع الكابتن ايهاب جلال في مباراه غينيا، تجربه بطبيعه الحال صعب الحكم عليها، مش صعب ده اكيد ما ينفعش الحكم عليها في اول مهمه. رايك ايه في هذه المواجهه الاولى، مواجهه المنتخب الغيني؟ النهارده انا كنت بتفرج على السنغال ورواندا. السنغال كسبت في الدقيقه 95، صح، 1-0 ضربه جزاء بخطا زيزج من مدافع. بالظبط. صح. من رواندا، مدافع رواندا. منتخب مصر وعلى ارضهم. وعلى ارضهم هم بيلعبوا في السنغال ماتشين هيلعبوه هناك. صح. يعني انا يهمني في ماتشات منتخب مصر الاولانيه ان انا الم البنات. صح. الفتره اللي قبل كده كنا بنتعادل الاول ماتش وبعدين اتغلبنا وبعدين لمينا نفسنا في الاخر. صحيح. الاداء مش عاجب ناس كتيره، الناس بتهاجم ايهاب جلال. انا شايف ان الهجوم بدري قوي، وما ينفعش زي ما حضرتك قلت امبارح ان بين الشوطين الناس تعال تدي كومنت وازاي وازاي. لا لا، اهدوا شويه. الراجل ده مدرب كويس. صح. احنا بقالنا فتره كروش وحش، ايهاب وحش، حسام وحش، ده وحش، ما بنبصش للعيبه. اللعيبه اللي وحشه كابتن،
لاعبتنا مش فايقه. لا عندنا لعيبه كويسه ولكن بقالها فتره لا وحشين، لا مش ادائهم، مش اداء لعيبه تمثل منتخب مصر. مش كل شويه ألمع على المدير الفني، هو الراجل هيعمل ايه في اربع خمس ايام؟ لو سمحتوا نحكم على ايهاب جلاله كابتن بعد ست شهور، بعد خمس شهور، ما يحفظ الناس طريقه لعبه، ما يشتغل الكره الحلوه اللي احنا بنشوفها ليه. الهجوم عمال على بطال عليه كشخص، هو ممكن يستحمل. ايهاب انا عارفه شخصيه، ما هو من جيلي، ما بيسمعش كتير، ما بيسمعش، ما بيعلقش كتير، ما بيتكلمش كتير، بيركز في شغله. ولكن الهجوم الغير مبرر باي طريقه باي حاجه ما ينفعش. احنا دلوقتي بنقول هنسند وبنساند، ويوي عايز تنقد انقد اللعيبه النهارده. اللعيبه في لعيبه كتير، او انقد مدرب بشكل منطقي. يعني ايه؟ هنبدا كلنا ننتقد الكابتن ايهاب جلال، ما هو ما احنا بننتقد بيب جوارديولا. اه بالظبط، يعني هننتقد الكابتن ايهاب جلال، بس ياخد فرصته الاول. هو الراجل نفسه، هو نفسه في المؤتمر الصحفي قال لك انا لسه ما حطيتش طريقه لعبي، لسه ما حطيتش خطتي، انا بمشي على القديم ومكمل عشان اللعيبه ما تتلخبطش، بس هبدا اغير مره على مره. فهو نفسه اكيد كمان مش راضي على اللي بيحصل، يعني هو كمدرب مش راضي، بس مش هينفع تحكم عليه من دلوقتي. الله ينور عليك. وبعدين الحاجه الوحيده اللي انا وانا متهيألي ان هو هيراجع نفسه فيها، لان ايهاب مش عنادي يعني، بيسمع للناس اللي بتتكلم في الكوره كويس. حته شادو سترايكر او المهاجم الوهمي ما تنفعش مع مصر، ما تنفعش معانا. احنا عندنا مهاجم مصطفى محمد، عندنا كان قبل كده متعب، عندنا عمرو زكي، ميدو، حسام حسن، لا فراوده، محمد عبد الجليل. الله يخليك. لا انا كنت باجي من تحت. الله يخليك. شغال معاك. فالفيرود لا، لازم يبقى في فيرود رئيسي. وواحد يمين وواحد شمال وتحتيهم صانع العاب. انا بقول لإيهاب الماتشات الاولانيه دي لا 4-2-3-1 اللي هي طريقة لعبنا اللي احنا متعودين عليها. ويبدو كده انه هيعملها. هيعملها. هيعملها في ماتش اسيوب. هيعملها. لما تبص على قوام المنتخب هتلاقيه واخد محمد مجدي قفشه، محمد ابراهيم، محمد حمدي، فده دليل ان هو كده كده شكله رايح يلعب رقم 10، بس هو قال لك اول ماتش مش هلخبط اللعيبه، اللي كان بقى لهم سنه بيشتغلوها مع كروش هخليهم يلعبوا. مع ان امام عاشور كان كويس، وانا شايف ان هو اكتر واحد كان اداؤه مقنع وبيروح على الجون ويجيب. هو كان ايهاب متهيألي فاكر ان امام هيعمل حته الديفندر دي ويزيد، اللي هي 8 اللي هو هيبقى صانع العاب وهيروح يزيد كتير وكده. امام ما عندوش الملكه ان هو يرمي سروهات كتير، ما عندوش الملكه ان هو يلاعب الناس. حمدي والسوليه مجهدين جدا. السوليه في الطبيعي لما بيبقى فايق بيلعبك كوره. معظم اللعيبه يعني مرموش انا ما شفتوش ادى. مجهد لانه راجع من الدوري ومش مكانه قوي، لعب فولس ناين. فيرويد. وزيزو مش مكانه ناحيه الشمال. زيزو عشان يفيدك يلعب ناحيه اليمين. زيزو يمكن اشترك لما تريزيجيه اتصاب في الاحماء في الاواخر. زيزو دخل مكانه على طول. بص انا ما اقدرش الوم على ايهاب، هو لسه بيحسس على المنتخب، بيحط ايده على المنتخب. فانا شايف ان عشان ننقد ايهاب بعد ست شهور، بعد يا سيدي الدورين الثلاث ماتشات الاولانيين والثلاث ماتشات العوده، وان شاء الله هنوصل يعني اول وثاني بيوصلوا. هنوصل. بعد كده نبتدي نشوف ايه ايجابياته ايه سلبياته. انما مش في 45 دقيقه ولاعيبتك هي اللي مش فايقه نقول المدرب. حتى محمد صلاح اعلن الكابتن ايهاب جلال انه كان بيلعب وهو مصاب، يعني هو نجم الفرقه اللي عندك. كان بيلعب وهو مصاب، كان هو مصاب او مجهد قوي. برضو يعني حته تكريمه قبل المباراه، يعني هم يشكروا طبعا سياده الوزير واتحاد الكوره يكرم، بس انا كنت شايف ان هي تعمل في حفله بره تكريمه ويجيب يستدعي. انما قبل بس المباراه بس دي بس اهميه وامكانيات واحترافيه محمد صلاح ما اظنش انه هيتاثر معنويا او يتاثر ذهنيا في هيئ لك ده محمد صلاح يعني. والله لو محمد علي كلاي، بص يا كابتن انا تركيزي في مباراه، انا بكلمك كلاعب كوره. مهما وصلت هتقول لي بره ساعات بيسلموا في 3 دقايق بالظبط، انت عارف بتاعت محمد دي قعدت 12 دقيقه بالظبط. مهما كان تركيزك لازم، حتى اللعيبه اللي معاك هيقعدوا يتفرجوا بيسلموا ايه، القياده الفرعونيه ماشي ده كله ده كويس، بس مش وقتها. ما صلحش الغلط بالغلط. انت داخل على مباراه مهما كان الخصم اللي قدامك، وغينيا مش فرقه قليله، لولا خايفه من اسم منتخب مصر الفرقه دي كانت هتجيب في جوان هنا. بس هي كانت مرعوبه من اسم منتخب مصر تاني افريقيا وتاريخنا. فبرضه وعلى استادنا هنا، فكانوا طيب. بيضيعوا. عايز اسالك على حاجه. اتفضل. هل منتخب مصر محتاج دم جديد؟
لعيبه؟ اه يعني في لعيبه احنا عارفين ان هم لعيبه كبار وعندهم خبرات دوليه ويتقال لك ان هم دول اللاعبين الدوليين، وفي لعيبه دوليين ولاعيبه مش دوليين، ولا احنا محتاجين بقى ايه؟ لعيب تاني كرييتيف كده مبتكر، لعيب تاني شامم المنتخب باللغه يعني، شامم المنتخب لاول مره، عنده حماس وروح المنتخب لاول مره، هل محتاجين ده ولا محتاجين اللعيبه اللي عندهم خبرات؟ دي ودي الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض، يعني كيروش على قد سلبيات اللي كان فيها شويه، بس ايجابياته ان اللعيبه كانت كلها عندها طموح وادت. ايهاب هيمشي على بدليل انه دخل احمد عاطف، استدعى احمد رفعت دلوقتي وجاب احمد حمدي، وجاب احمد حمدي صح. انا بحييه على كده. انا من زمان بنادي انا وانت، فاكر احمد عاطف، احمد عاطف، احمد طبعًا. عاطف من زمان طبعًا. يعني طبعًا. اه لعيب كويس طبعًا. فهياخد وماله لما دخل 3 4 مع صلاح مع السليه مع حجازي مع النني و3 4 صغيرين مشتاقين. يعني عجبني ان دخل محمد ابراهيم جدا. اه يعني محمد ابراهيم جه من فتره قال لك هو انا مش مصري. لا هو من بقاله فتره بصراحه محمد ابراهيم ماشي بشكل كويس، بقاله سنتين بصراحه. ويروح النادي ده يكسر الدنيا، يروح النادي ده يكسر الدنيا، مقصص سيراميكا كليوباترا كله، ولاعيب كوره صح. وبعدين دلوقتي بقى عنده خبره منتخبات جدا من هو صغير. وبعدين في عنده حاجه ان هو بيدافع دلوقتي كويس قوي، يعني دايما حريف ما بتلاقيهش دافع كويس صح. هو لا ده في فرق ساعات بتلعبوا ديفندر تاني. فهو انا عاجبني السياسه دي فعلا، عايزين لعيبه موهوبه كتير في الملعب زي زمان. انت زمان كنت بتلاقي 4 5 لعيبه كوره صح. انت دلوقتي يا دوبك صلاح وشكرا والباقي كله مجهود الذاتي، مع ان انت عندك قفش لعيب كويس، السوليه لعيب كوره، مرموش مفروض ان هو لعيب كوره، ما اعرفش. انا من ساعه جون ليبيا واحنا كلنا قلنا بشت مرموش طالع ولقيته ما ولا مباراة قدها بعد كده كويسة. ما يزعلش مني لو حد هيوصل له او حد يسمع، هو لعيب كويس زي ما قلنا على حسين الشحات لعيب كويس بس هو ضارب قوت. فاللعيبة دي مين هيعمل فرق مع المنتخب؟ اللي مكان لعيب موهوب. في 3 4 موهوبين جنب 6 زي ما بيقولوا. مين المتفائل بيه قوي في المنتخب الفترة اللي جاية مع الكابتن إيهاب جلال؟ ابراهيم عادل. يا عيني مش لعيب كورة، لعيب كورة وقوي و صغير. بس انا نفسي يروح يحترف بره والله العظيم نفسي، يعني مش عيب يعني ولد زي ده، ولد زي احمد عاطف يسيبوه يطلع بره. محمد عبد المنعم، عبد المنعم يعني في لعيبه فعلا صغيره لا. تطلع. انا قلت على احمد فتوح من ايام كاس العرب وقلت لي الزمالك هيزعلوا، قلت لك يا اخي يفتخروا ان عندهم واحد زي احمد فتوح يلعب، يفرق عن ادريس الجناجي ايه؟ بكلمك بامانه يعني بص ده وجنب ده، ده في باريس سان جيرمان. فانا عندي 4 5 لعيبه لو احترفوا بره وده هيرجعوا لنا هنا، منتخب مصر ده هيبقى جامد قوي. مع ما تزعلش مني الدوري المصري بتاعنا ما يفرش الا اذا لعيب موهوب قوي وبيكافح معاهم زي محمد ابراهيم اهو بيظهر. ليه؟ عشان لعيب كوره. قفشه في اوحش حالاته بتلاقيه كويس. عبد الله السعيد لغايه 2 3 شهر احسن لعيب في الدوري المصري. بالاتفاق انا وانت من فتره صح. فالدوري المصري مش هيفرز اللعيبه دي. انا بعذر ايهاب برضو، انت جاي لعيبه محبطه، اللعيبه الدوري مش مستقر عندك، بنلعب اسبوعين ويتوقف له قد كده. فاللعيبه حتى مستواها وحش في الدوري المصري جدا. اول الدوري المصري خسران 4 ماتشات ومتعادل 3، اول الدوري المصري صح. طب ده في فرق فوق بره او في الدوري السعودي او بتخسر ماتش واحد في الموسم. انت عندك فرق بتخسر ب3 4 ماتشات والفرق اللي وراها مش محصله. طب وده مش مؤشر انه الفرق دلوقتي بقت متقاربه جدا في المستوى في الدوري؟ ايوه متقاربه في مستوى وحش جدا والله، يعني متقاربه في المستوى الوحش جدا. يعني ما بتبص على المستويات كلها لا كلها زي بعض وحشه. اتفرج على ماتش يا دوبك اللهم فرقتين ثلاثه اللي بتلعب كوره، فيوتشر الاهلي بقى فايق، الزمالك هو فايق، بيراميدز ما اعرفش هياخد دوري امتى او هياخد كاس امتى بالامكانيات دي واللعيبه دي. هنقعد احنا بقى لنا 4 سنين بنقول هيجي تجربه محترمه وفرحانين ان هو بينافس اهلي وزمالك حلو. طب هنفضل نقول فرحانين ان هو بينافس وفي اخر الدنيا يمشي؟ امتى هياخد الدوري؟ يعني ما هو الفتح السعودي من 3 4 سنين خد الدوري السعودي. انت عشان تاخد من الهلال والنصر والاتحاد والفتح صح. انا فاكر صح. مع فتح الجبالي المدرب التونسي خد معاهم، ليستر سيتي خد الدوري صح. طب امتى بيراميدز هتاخد؟
المقصة يوم إيهاب جلال عافر خد تاني في الدوري، كان من أي مجموعتين أو يعني، بس أهو. فالدوري المصري مش هيفرز لعيبة أوي، فأنا مش عايز الهجوم على إيهاب كتير. إيهاب هيستحمل، بس هيجي له فترة مش هيستحمل. مش هيستحمل؟ طب محتاج مساندة إزاي؟ محتاج مساندة من مين؟ من ربنا. من ربنا. ربنا واللعيبه. احنا كده كده يعني اللي بيفهم كوره وبيقدر يسند. تجربه جديده وواحد يقف. عارف انا سالتك السؤال ده ليه؟ عشان ما هو طبعا ربنا فوق كله، وطبعا احنا محتاجين سند ربنا كلنا. بس ده محتاجها كلها. طبعا. طبعا. بس انا اقصد ايه؟ هو احنا بنساند إيهاب جلال ولا بنساند المدير الفني لمنتخب مصر؟ ما هي دي الحكايه. في ناس يعني انا هساند اي مدير فني يجي لمنتخب مصر عشان هو بقى اسمه. انت كنت بتساند كيروش في عز هجوم الدنيا عليه لحد ما اشوف الاخر. لحد ما اشوف الاخر. ما هو طبيعي على فكره الكابتن إيهاب جلال، احنا مش بنقول مش ضامنين نجاحه، احنا مش بندعم دلوقتي عشان ضامنين نجاحه، لا قدر الله ممكن ما يوفقش ممكن. ساعتها هنطلع كلنا نقول ايه، لا ما اجتش مع منتخب مصر، ووارد جدا ان شاء الله انه ينجح. مش هنقول بقى ايه يا كابتن محمد انت كلامك كان صح، يا جلال نجح صح، انت ولا كلامك كان غلط. والتاني بقى اللي انت خسرت الرهان. اصل احيانا الناس دلوقتي كمان بقت متشبثه برايها اكتر من مصلحه المنتخب. يعني دخل كتب إيهاب جلال المدرب هيفشل مع منتخب مصر، هو نفسه إيهاب جلال يفشل مش عشان ما بيحبش منتخب مصر، عشان هو يبقى صح، عشان يبقى رايي صح. انت دوست على حته حلوه قوي يا كريم. بحييك عليها. يا رب يخليك يا كابتن محمد. لا بجد. كل البرامج الرياضيه اما واحد بيتكلم مع واحد بيقول له هيفشل بتاع، هو مش هو عايزه يفشل عشان يبقى هو صح، مش عشان ما بيحبش منتخب مصر. اكيد بيحب منتخب مصر عشان يقول لك ان ده اراءه صح. عشان يقول لك ان ده توقعاته صح. يا عم روح قراءه الفنجان بعيد عننا يا جدعان. فعلا زي ما انت بتقول، انت بتحيي إيهاب جلال اللي هو إيهاب جلال ولا عشان منتخب مصر ربنا يكرمنا؟ الناس بتزعل لما ده بيمشي وده بيمشي. طب ما هو امتى هنقول فعلا منتخب مصر بجد؟ انا بقول لك كل مره نشاور على المدرب، لا انا بشاور على اللعيبه دلوقتي. صح. يا لعيبه فوقه، يا لعيبه انتوا شايلين تيشيرت اللي في الشارع يتمنى يلبسه بس يخرج بيه. انتوا مش حاسين بدي. فارجو ان اللعيبه دي تفوق نفسها. يسيبوكوا من الفلنات والانديه، وانا بلعب هنا وانا بلعب هنا. انت يا اخي انت بتمثل منتخب مصر. يعني ايه منتخب مصر؟ يعني انت تاكل النجيل. انا الكوهري كان الله يرحمه كان يشغلنا الاغاني الوطنيه في الاتوبيس واحنا نازلين الملعب. تفتح القفص كده تلاقي الاسود نازله. بكلمك بجد، انت بتبقى قاعد جسمك مقشعر في الاتوبيس من كتر الحماسه اللي انت فيها. لا بتفكر بقى هاخد ايه، ولا هرجع اصل انا هلاعب مين في الدوري، ولا اصل انا ما عملتش عقد، اصل انا ما اتكرمتش، اصل انا ما ادونيش ميداليا. ولا عمرك فكرت في الكلام ده، وبتروح المطارات تترمي بالسبع ثمان ساعات على الارض ونايم. ونجوم حسام حسن ده اللي هو قالب الدنيا في مصر كان يرمي في المطار كده وهو قاعد، عدى اقول له يعني ده انت نجم مصر وبتاع، بص نايم على الارض ازاي؟ ده عشان منتخب مصر. انما يعني دلوقتي طياره خاصه فندق خمس نجوم، وقال لك اصل هيصولنا وعملوا شماريخ. يا سلام، انتوا ما حضرتوش في افريقيا الزلط بالليل طول الليل ويخبطوا على الاوض ويجروا عندك؟ انت ما حدش بيقدر يخش لك دلوقتي. فحجج واهيه هي اللي بتخلي اللعيب وحش. اصل الناس ظلمونا، اصل ايوه ارفع لي حاجبك. انا بكلمك بامان، انا مش بلقح على حد. طب اصل انا ليه راي ثاني خالص. قول. انه هو اللاعب اللي عندنا لاعب كويس، لاعب رائع، لاعب مميز، لاعب كبير. ما هو ده اللي مغرقنا. بس في الدوري المصري. هو المشكلة فين؟ صح بقى. المشكلة فين؟ ما أنا هقول لحضرتك بصراحة، هو مش مشكلته هو. هو مشكلة سين من الناس. إحنا. عمرو السولية. أنا بقول مثل أي مثل. حمدي فتحي. طارق. لا خلينا في عمرو السولية عشان حبيبي. عمرو السولية. لاعب كويس. هو عمرو السولية كل يوم بيحتك بمين؟ كل مباراة بيحتك بمين؟ تمام؟ اللي زيه بقى في منتخب السنغال ولا منتخب الكاميرون ولا منتخب الجزائر ولا منتخب المغرب، ده بيحتك بمين؟ هي مشكله عمرو السوليه ولا مشكله الاحتكاكات اللي بيلعبها عمرو السوليه؟ فانا ما بقدرش هاجم اللاعب قوي، عشان انا في النهايه هو الماكسيمم بتاعه بيطلعه فعلا، بس التاني لما بيدي 50% من كلامك حلو بيبقى احسن مننا. كلامك حلو. بس انا هقول لك على حاجه، احنا زمان كنا بنحتك بمين؟ ده احنا ما كناش بنشوف الماتشات بره، ما كانتش بتتذاع اصلا الماتشات بره. كناش نعرف غير الاولمبي وكفرشيه وهم دول اللي حوالينا. بس انا بقول لك في هدف
انت بتتاخد منتخب مصر انت بتاكل النجيله، انت بص بتقعد تفكر يعني ايه منتخب مصر. بس انا النوعيه اللي كانت جنبي في الملعب ايه وبلاعب مين. كابتن محمد، ما هو احنا برضو هنفضل نلف اللفه، هي واحده اللي هي كل مره نقولها، انا عايز اللعيب ياكل النجيله، انا عايز الروح والحماس، انا عايز، احنا السنغال احنا دايسين ودايما بنزين على الاخر، دايسين بنزين على الاخر مش جايبينهم، وهم ماشيين عاملين كده لمسه وبيجروا بيجروا اسرع مننا. فانا انا مش هفضل طول حياتي اقول الروح والحماس واكل النجيله، انا عايز كواليتي لاعب يبقى موجود في اوروبا. يبقى ما عنديش لعيبه كويسه. طيب ما عايزين بقى نشتغل على ده بدل ما نقعد نلف في نفس الدنيا. طيب عايزين لعيبه كويسه يبقى يطلعوا. نكتر المواهب في الملعب شويه ويطلعوا بره يا كابتن محمد، ويطلعوا بره. برافو عليك. زي ما انت لسه قايل عندك 3 4 لاعبين شباب هم يطلعوا بره، سيبوهم يطلعوا بره. يا ريت يا ريت على ايامنا كانوا سامحين للناس تطلع. انا من سنه 89 90 كان عندي 18 سنه، الاهلي طلب فيها مليون دولار في النادي في البرتغال. قالوا مين ده؟ مين ده مليون دولار ايه؟ ده هو اخره 100,000 ولا 50,000. ما هو في افريقيا بيطلعوا، ده احنا واخدينهم نجربه كمان. بالظبط يعني انت في افريقيا بتاخد بسندوتش واطلع بعد كده سعره بيعلى. صح، عشان كده الافارقه دايما معديه لنا في الحته دي. يا ريت تلاقي مثلا المدرب بتاع منتخب كوت ديفوار عنده قائمه 23 لاعب بيختار من 120 لاعب في اوروبا. في اوروبا احنا بندور كام واحد عندنا في اوروبا وبناخدهم كده كده لوكشه يعني ادام طلب فروخ تعالى وخلاص يعني. بتجيب سام مرسي مع الاحترام ليهم كلهم لاعبين، مع الاحترام ليهم، بس انت بتاخد اي حد يعني، هتاخد كل الناس مش هتعرف حتى تنقي في الدور. ونختلف كوكا ولا كوكا لا. صح، انما انت لو عندك 100 120 واحد بره متالقين فيهم 25 سوبر هتجيبهم على طول. مش هنبص بقى للدوري المصري. مش هنزعل. اللي عايز يشد حلو يشد. انت بمنتخب المغرب كان كلهم من بره، منتخب الجزائر كان كلهم. قبل ما نخش على الهواء عشان قبل ما اختم، بس انت قلت لي عايز تقول حاجه لبيتسو موسيماني. يعني انا شايف ان هو مش عارف هو ماسك نادي ايه، وللاسف هم اللي سمحوا له بكده. بقول له لا، ايه الصور اللي جايه دي؟ ده انت خسران بطوله افريقيا، انت تتدرى هنا في مصر ولا بدوره تدريبيه بعد ما تخلص يا حبيبي؟ انت جاي تتعلم مع يعني يا جماعه لا، انت بتديله المصري السلوم ممكن يكسب الاهلي. كاس وارد وكده. انت كده بتستهتر بالنادي. انت بقى اصلا يعني في راي يقول انه بيتسو موسيماني يكمل مع الاهلي لنهايه الموسم، وفي راي تاني يقول لا يمشي دلوقتي. لا بالطريقه دي؟ لا. لا 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 سيبك من الموقف ده، كأداء ونتائج و هو الإدارة مش عارفة إن الأداء بتاعه وحش من زمان، بس هي البطولات اللي كانت بتحكم. الأداء بتاعه اللعيبة كلها بتشتكي. هم النهاردة وهم بيتكلموا معاه بيتكلموا إن الأحمال التدريبية وحشة، الناس أنا قلت لك المرة اللي فاتت الناس بتتصاب وبترجع بصعوبة. صح. بيتكلموا معاه إن مفيش جديد في التدريب، حاجة المهارية لأن يعني بيعمل تقسيمات طويلة، هو الإدارة مش عارفة. بيدي اجازات كتيره مش مره، ده 5 مرات 6 مرات هي يعني مش عارفه. ما عارفين الكلام ده. بس هي المشكله ان الوحيد اللي كان سانده كابتن خطيب. كابتن خطيب من دقته شكله مضايق جدا، مش عشان خسر بقى، ما الكره مكسب وخساره. ان انا سندك وانت راح تتصور مع بتوع المغرب وفي المغرب وانت مغلوب منهم يا اخي الداره، وفرحان بوليد الاجراجي وراك وعمال تتصور انت مش عارف انت ماسك نادي ايه. يعني محدش هو لازم يعرفوه انت ماسك النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا. لما تخسر تيجي ناديك وتتمرن وتمرن الناس وتلعب بقى عادي، يا عم روح اتعلم بعد ما نخلص. انا مش بديك دولارات عشان تروح تتعلم 15 يوم وتجي لي. انا غبت يومين عن النادي الاهلي وانا في بطوله في الامارات، مشوني اهو قعد 3 ايام، شوف هيعملوا معايا ايه.